بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم. يوم جديد من البريم، واكيد طبعا نتمنى يكون خير عليكم وعلينا دايما باستمرار. وزي ما انتم شايفين كده، الاحداث الرياضيه وكره القدم المصريه حتى لو ما فيش دوري دائما في اخبار، واخبار مهمه بتهم كل الجماهير المصريه، سواء جماهير الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، المصري، كل الجماهير بلا استثناء طبعا وحبها في كره القدم. وبالتالي طبعا كل يوم احداث جديده. احنا بنتكلم على فتره مهمه جدا بالنسبه للانديه المصريه، وهي فقره الميركاتو الصيفي، وبالتالي طبعا كله بيبحث عن الافضل بالنسبه له. اكيد النهارده كلامنا كتير، عندنا اخبار كتير جدا واحداث مهمه جدا جدا للكره المصريه والاحداث في الرياضه المصريه. هنبتديها باهم اخبارنا ان شاء الله. يعني بدايتنا كلامنا كان امبارح عن موقف اتحاد الكوره والوضع الاحتفاليه الخاصه بدرع الدوري لنادي الزمالك، بالاضافه للحدث اللي كان موجود في هذه الاحتفاليه ما بعد اللقاء، وهو الحدث اللي يعني النهارده بنشوف اتحاد الكوره بيجتمع وبيدي قرارات خاصه بنجم نادي الزمالك وكابتن نادي الزمالك شيكابالا، بالاضافه طبعا زي ما بقول لكم لبعض القرارات الخاصه للغرامات والإيقافات لبعض اللاعبين في الدوري الممتاز. لكن خليني هنفضل واقفين عند الوضع الحالي، وبالأخص طبعا للموقف الخاص بشيكابالا، واللي يمكن أنا من وجهة نظر شيكابالا ده من أفضل وأقوى وأحرف اللاعبين اللي جم ممكن في تاريخ الكرة المصرية. لكن بعض الأمور اللي ممكن تكون بتبوظ حاجات كتير جدا بالنسبة للاعبين اللي زي شيكابالا. يعني برضو انا مش عايز اقول شيكابالا بس اللي كان لعيب حريف ولعيب فلتة، لا، في لاعبين كتير جدا على مدار تاريخ الكرة المصرية كانوا في احسن مستوى، وامور كتير جدا كانت جيدة جدا. لكن طبعا ساعات كده الامور في المخ بتبقى يعني بتروح لبعيد، الامور في لحظه كده بيبقى فيه تهور، بتضيع كل الحاجات الحلوه اللي احنا بنتكلم عليها، سواء بقى مهاره، سواء حب الجماهير، كتير حاجات كتير جدا جدا ممكن يكون هذا اللاعب او اللعيب الكره المميز اللي انا بتكلم عليه ده في لحظه بتضيع كل حاجه. وده اللي يمكن ممكن احنا بنتكلم عليه، ان شيكابالا في وقت من الاوقات واحنا بنتكلم اللي هو محترف في عده انديه ممكن تكون اوروبيه، بياخد قرارات ممكن تكون مش بالشكل المناسب، فيبتدي يتوقف والامور بالنسبه له ما تبقاش جيده. ايضا في انديه ممكن تكون في مصر بعد جميع بطولات ممكن ياخدها نادي الزمالك بتبقى فيه مشكله بيثيرها شيكابالا، فبالتالي بيتوقف، ضيع فرحه الفوز، امور كتير. انا بحب شيكابالا جدا على فكره، بحب شكله في الملعب، بحب مهارته، بحب امور كتيره جدا، اهدافه اللي ممكن تكون خلاص بقت ماركه مسجله ليه. لكن ما بحبش ان انت ما تكون انت عامل حاجه حلوه تضيعها بحاجات ممكن تكون بسيطه وملهاش لازمه. انت مفروض انك ككابتن تعرف يعني تمسك نفسك في وقت معين، تعرف تمنع زمايلك، لان زمايلك لما بيشوفوك وانت متنرفز اكيد هم كمان وانت كابتن فريق هيبقوا زيك، فبالتالي انت قدوه للاعبين اللي موجودين، انت قدوه للاعبين اللي ممكن لسه بيطلعوا وبيشوفوا نجم كبير زي شيكابالا. وبالتالي الموقف اللي حصل ليس هو الأول ولا هو الأخير أعتقد من وجهة نظري. لو شيكابالا بعد القرار الخاص باتحاد الكورة ورجع بعد الثمان شهور، أنا عارف طبعا إن لسه طبعا في استئناف ونادي الزمالك، وهقول الخبر ده نادي الزمالك من خلال طبعا تصريحات كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إن في استئناف وفي إجراءات قانونية ولسه نادي الزمالك هياخد إجراءاته القانونية. لكن في الأول في الآخر هو طبع من وجهة نظري أنا ممكن يهدى شويه الطبع ده، ممكن امور كتير جدا بتهديه، لكن في الاخر مجرد ان في حاجه بتستنفره بيطلع على طول التصرف او الطبع ده في حته ان انا ما بعرفش اسيطر على نفسي. انا دائما نجاح اللاعب هو السيطره على نفسه، بذكائه يقدر يسيطر على نفسه عشان يوصل لافضل حاجه في كره القدم، بالاضافه ان انا بتكلم على حب جماهير، على مهاره، على حاجات كتير جدا جدا. لكن
كنت اتمنى ان الموقف ما يحصلش. انا مش عايز اقول ان شيكابالا لوحده بس هو الغلطان، الشكل العام امبارح وانا اتكلمت فيه امبارح ان احتفاليه نادي الزمالك ما كانتش على ما او كما يجب في احتفاليه الدوري المصري او الدوري المصري بقيمته الكبيره بشكله الكبير. انا ما عجبنيش مثلا تصريح كابتن احمد مجاهد منذ قليل طبعا مع طبعا الاعلام الكبير الاستاذ احمد موسى في فكره ان البروتوكول في الدوري الممتاز مختلف عن البروتوكول في كاس مصر. هنا بروتوكول تسليم وتسليم كاس مصر بيبقى بشكل مختلف، لكن هنا درع الدوري بتسلم كده بشكل طبيعي وعادي والامور بالنسبه لا، الدوري المصري لازم يبقى فيه عمليه ابهار وقيمته الكبيره في ان دوري صعب من اصعب الدوريات في الوطن العربي في الشرق الاوسط وفي افريقيا، وبالتالي طبعا لازم يبقى الشكل مختلف وحاجه تبقى محترمه ومميزه ومنظمه. وانا كنت بقول امبارح نادي الزمالك لازم يشترك بقوه في التنظيم لو انا عايز بقى حاجه حلوه وابقى سعيد ولعبتي تبقى مبسوطه ويبقى في نظام في البرنامج الخاص بتسليم درع الدوري والمباراه، ايا كان بقى النادي البنك الاهلي هو كان النادي الاساسي او اللي هو صاحب الارض، لكن كان مهم جدا نادي الزمالك كان يشترك في النقطه دي. هتكلم على عقوبات شيكابالا وعلى كل الامور الخاصه باتحاد الكوره والامور الخاصه بالقرارات النهارده، كان في قرارات النهارده واجتماع مع الانديه المصريه النهارده عشان يشوفوا شكل الدوري الموسم القادم واللائحه الخاصه باستخدام الحكام وحاجات كتير جدا من خلال هذا الاجتماع. معايا الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح، واكيد واحنا بنتكلم هنتكلم في البدايه عن شيكابالا وموقف اتحاد الكوره والعقوبات اللي تمت على شيكابالا وهو وقف 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه. استاذ محمد بيومي تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن فاروق، تحياتي ليك وللساده المشاهدين. ربنا يخليك. يعني سؤالي عن شيكابالا والموقف الخاص بالوقف الثمان شهور، الموقف الخاص بالغرامه وما سوف يحدث في المستقبل بالنسبه لنادي الزمالك من استئناف وطعن على هذا القرار. في البدايه يعني أنا من امبارح وأنا في اتصالات كتيرة معايا جدا قبل ما تصدر اتحاد الكرة، عقوبة اتحاد الكرة، وعشان نكون منظمين ونوضح الرؤية كاملة للسادة المشاهدين اللي بيستفسروا استفسارات كتيرة في هذا الأمر وبلغة بسيطة جدا. أول حاجة هناك ما يسمى بالمسؤوليات والاختصاصات. مراكم التتويج من وإجراءات التطبيق من اختصاص اتحاد الكرة هو يحددها، وعلى النادي الذي يتم تطبيقه أو الأندية أن تلتزم بهذه المراسم بتوقيتها المحددة. تمام، الموضوع ده واضح تماما. طيب مع اتفاق التام في كل ما ذكرته عن شيكابالا ويتفق معك تماما ان هناك خطأ وخطأ واضح حصل ضد رئيس الاتحاد. تمام، سألوني الناس العقوبة المتوقعة تكون ايه؟ احنا عندنا في لوائح الانضباط يجب ان تكون العقوبة تتناسب مع حجم الخطأ. تمام، وحتى في القانون العام واحد ضرب واحد دنيا ما بنحكمش عليه بالاعدام. العقوبة تتناسب مع حجم الخطأ. امبارح سألوني الناس، قلت لهم والله انا في تقديري بحكم خبرتي فوق ال 40 سنه في هذه النوعيه من القضايا والمشاكل وبحكم علمي بلوائح الانضباط والعقوبات التي تتوقع وحجم هذه العقوبات، قلت لهم العقوبه سوف تكون من 5 إلى 10 مباريات والعقوبه الماليه من 50,000 إلى 100,000 جنيه. هتقولي انت قلت الكلام ده ازاي؟ قلت الكلام ده بناء على ما منصت عليه اللوائح في هذه النوعية، يجب أن تكون في هذه النوعية من العقوبات. طب على أي أساس يعني أنا بشوف أن أنت من كلام حضرتك أن دي عقوبة قاسية جدا جدا على شيكابالا وعلى نادي الزمالك يعتبر يعني هكلمك في العقوبة بس أنا عاوز أقول لك الخلفيات القانونية لهذه النوعية من الأخطاء والعقوبات اللي بتوقع عليها. طيب اتفضل. تمام، وهقول لحضرتك على العقوبة وهقول لحضرتك ايه اللي هيعمله نادي الزمالك او ايه اللي يجب ان يعمله نادي الزمالك. نتكلم بقى عن العقوبه. من الواضح ان العقوبه
قاسيه جدا ومبالغ فيها جدا وتنم عن تعمد ازاء اللاعب ازاء قوي جدا، لانه في حقيقه الامر هو لم يحدث اعتداء، هي كانت محاوله اعتداء. تمام، لو حصل اعتداء هنا العقوبه بتختلف، لكن دي محاوله اعتداء. صحيح هذه المحاوله حدثت برمز الكره المصريه، انا بتكلم على رئيس اتحاد الكره مش بتكلم على اشخاص، سواء كان المهندس احمد مجاهد او اي شخص اخر، من يرأس اتحاد الكره هو رمز كره القدم المصريه، فبالتالي يجب ان تكون العقوبه اعلى شويه. يعني لو حصل هذا الخطا ضد لاعب، ضد اداري، ضد حكم، هتكون العقوبه من 3 لـ4 مباريات، ولكن نظرا لما حصلت ضد رئيس اتحاد الكره فبتكون العقوبه مغلظه، قد تصل من 5 إلى 10 مباريات، لكن هذه العقوبه التي صدرت من اتحاد الكره لا، هي مبالغ فيها جدا وعقوبه قاسيه دون اي مبرر لهذا الحجم. طيب ده جانب، الجانب الاخر احنا عندنا اجراءات قانونيه بتتم عند توقيع العقوبات. اولا في معلومه قانونيه احب اقولها للساده. طب معلش يا استاذ محمد، خليني بس قبل ما اروح للنقطه دي، هنا العقوبه ويمكن تصريحات كابتن احمد مجاهد، قال لك انا ما سمعتش، انا التقرير اللي جه هو اللي بيقول ان انا اديله العقوبه كذا، فاحنا طبعا ما نعرفش التقرير او ما نعرفش الحيثيات الخاصه بالعقوبه دي طلعت ازاي، لكن انا كابتن حدث العاقل بما يليق. الواقعه حدثت من اللاعب ضد رئيس الاتحاد، تمام ما كانش في ثالث، الثالث كان بيحوش، لكن الواقعه كانت مباشره من اللاعب لرئيس الاتحاد. اما حته بقى التقرير ده كلام يعني غير منطقي. يعني يعني هو طبعا برضه عشان احنا بنتكلم لازم برضه الجماهير يعني الكلام او من التقرير بيقول او من خلال مين اللي عمل التقرير ومين اللي رفع التقرير؟ الحكم اللي موجود والمراقب. المراقب انتهت. مراقب ايه؟ طب ايا كان المراقب بيفضل موجود ما دام احنا جوه الملعب، بتفضل المباراه او كل ما يحدث داخل اللقاء موجود في تقرير حكم او مراقب المباراه. لا، مراسم التتويج دي ما تخصش الحكم خالص ولا له علاقه بيها. دي مراسم التتويج الفريق الفايز، واللاعب طلع ومعاه ابنه كويس واتقال له لا وتطاول على رئيس الاتحاد وكان بيحاول يعتدي عليه. ده اللي حصل وده اللي شفناه. يقول التقرير اللي اترفع لي مين اللي رفعه؟ طب انا في الحاله دي مين اللي يعني حتى لو كابتن احمد مجاهد هو رئيس الاتحاد هيروح هو يعني لجنه الانضباط هو يقول حصل كذا كذا، ولا بيبقى في مراقب مباراه يكتب التقرير اللي حصل او في يعني مش اصلا مش هاخد كل الناس دي اروح لاتحاد الكوره اللي حوالين شيكابالا وهو بيتلفظ من خلال طبعا القرار بسيطه بس ان هو تلفظ بلفظ ممكن يكون ضد اتحاد الكوره والكوره المصريه وبالتالي هو القرار اتخذ بالشكل ده. طيب تمام، بس اللفظ اللي تلفظ بيه وجهه لرئيس الاتحاد مباشره. يعني هو سمعه يقول رئيس الاتحاد يقول اللي اترفع لي التقرير. كابتن احمد مجاهد قال لك انا ما سمعتش، انا سمعت بس ان انت شيكابالا قال انت اهلاوي. يعني اذا كان احنا سمعناه هو ما سمعوش، سيبك من الكلام ده. الحاجه الثانيه، في مثل هذه النوعيه من العقوبات الضخمه الكبيره بيتم استدعاء الاطراف والتحقيق معهم للوصول الى الملابسات الحقيقيه. واذا كان هناك تقرير قد رفع فهو رفع من رئيس الاتحاد لنفسه. دي نقطة. النقطة الثانية، أين هذه النوعية من الأخطاء بتحل مين؟ إلى لجنة الانضباط. أين لجنة الانضباط التي أصدرت هذا القرار؟ وأين حيثيات القرار؟ وأين الوقائع التي ذكرت في القرار؟ كل هذا غير موجود، ولكن حقيقة الأمر أن هذا القرار صدر من رئيس الاتحاد مباشرة إلى نادي الزمالك، وبالتالي هو قرار غير قانوني لأنه لم يصدر من اللجنة المختصة ولم يأخذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها في مثل هذه النوعية من الأحداث. وبناء عليه من الناحية القانونية هو قرار باطل
لانه ما اخذش الشكوى والاجراءات القانونيه اللازمه التي يجب ان تؤخذ. اتفضل او تحت امرك في السؤال. لا هو يعني انا قدامي القرار، انا هقوله لحضرتك، ايقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه لتكرار. بص حضرتك بقى يعني دي نقطه مهمه جدا، واعتقد ده اللي بيستند عليه صاحب اللي ادى القرار، يعني لتكرار اثاره الجماهير. تكرار اثاره الجماهير يعني ده مش موقف واحد فقط، ده كذا موقف من بعض. وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراه نفسها. طيب هعلق. لا طبعا انا سايب لحضرتك التعليق، اتفضل. طيب ركز معايا يا كابتن فاروق. هذا القرار يشوبه عوار قانوني للاسباب التاليه. اولا لن يحدد القرار من الجهه التي اصدرت القرار. اثنين لم يتم استدعاء المعنيين للتحقيق معهم في ملابسات القرار. طبعا المعنيين هم اثنين، اللاعب والنادي ايضا. الاثنين يجب يتم استدعائهم للتحقيق معهم. لم يحدد مصدر الوقائع التي تم عليها اصدار هذا القرار. وحاجات ثانية كتير قوي عشان ما مزعجش السادة المشاهدين في امور قانونية يمكن ما يستوعبهاش. هذا قرار باطل وبه عوار قانوني، ولم تتخذه الجهة المختصة في اتحاد الكرة. رئيس الاتحاد مش شغلته انه يتخذ قرارات بعقوبات، لا، هناك لجان مختصة سواء كانت لجنة المسابقات في امور المسابقات او لجنة الانضباط في الاخطاء الانضباطية. تمام. لم تتدخل اي لجنة من دولات في هذا القرار، وهم اللجان المختصة. لكن في نقطة مهمة بقى لازم نتكلم فيها، وهي ماذا بعد؟ بالنسبة لنادي الزمالك، ما ده اللي كنت سؤال اللي هسأله لحضرتك. نادي الزمالك طبعا انا بكلم سيادتك من الناحية القانونية، ماشي. نادي الزمالك الوقت تعرض واللاعب لظلم مبالغ فيه، ومن حقهم انهم يستنوا على هذا القرار. في نقطة قانونية برضه عشان تبقى سيادتك عارفة، دي قاعدة قانونية. إذا العقوبة كانت 4 مباريات فأكثر أو 4 شهور فأكثر يجوز الاستئناف فيها. يعني لو كان الإيقاف مثلا 3 مباريات أو 3 شهور ما ينفعش نستأنف، لا يجوز قانونا. ماشي، إذا هذه العقوبة يجوز الاستئناف فيها. طب الاستئناف المفروض هيتم فين؟ أيا كان القرار الصادر وأيا كان العوار الموجود به، الاستئناف يتم لدى لجنة التظلمات. تمام. لجنة التظلمات مش موجودة في الاتحاد ولا لجنة الانضباط. يروحوا فين بقى؟ كان ممكن اتحاد الكورة يعمل يعني نقطة ذكية. كان ممكن يشكل لجنة خاصة ما دام اللجان دي مش موجودة، ويحل لها الموضوع ويطلب منها دراسة الأمر. طب في الحالة دي الزمالك بقى، نادي الزمالك هيروح لفين؟ محكمة رياضية؟ لا، هو الوقت نادي الزمالك لازم انه يستأنف لدى اتحاد الكورة. تمام. اتحاد الكورة هيبقى قدامه اجراء من 3. الاجراء الاول انه ما يردش كالعادة على الاستئناف، وده بيحصل كتير على فكرة في اتحاد الكورة. الاجراء الثاني انه يصدر قرار من اي جهة زي ما هو بيعمل كويس، ويؤكد العقوبة. تمام. الاجراء الثالث أن يحيل الأمر إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وهو مش هيقوم بهذا الإجراء، لأن لائحة مركز التسوية بتقول لازم يوافق الطرفين على اللجوء للمركز، فاتحاد الكرة مش هيوافق عشان ما يروحش نادي الزمالك للمركز. الإجراء الأول والثاني نتيجتهم هتكون لجوء نادي الزمالك إلى الفيفا. هترد عليا تقول لي ده نزاع داخلي، ازاي يروح للفيفا والفيفا هيرفض؟ الفيفا عندما يكون هناك خرق للوائح النظام الاساسي ينظر الموضوع. وفي هذه القضيه خرق صريح في عقوبه مبالغ فيها بصوره طيب غير قانونيه. هيعمل الفيفا اتفضل. هيعمل ايه؟ هيعمل الفيفا هيشوف العقوبه التي وقعت على اللاعب والوقائع التي حصلت، ويقارن
بحجم هذه العقوبة في لوائح الانضباط عند الفيفا في مثل هذه الأحوال بتكون العقوبة إيه؟ لا العقوبة فعلا مبالغ فيها وعقوبة قاسية. زائد هيلاقي العقوبة ما اتخذتش الشكل ولا الإجراءات القانونية. هيطلب من اتحاد الكرة تطبيق لوائحه على هذه العقوبة وهيتابع معاهم هذه القضية إلى أن يصل العقوبة. يكون الثمان شهور خلصوا بتاع شيكابالا يا أستاذ محمد. نعم هيكون 8 شهور خلصوا الوقف بتاع شيكابالا. لا 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 الفيفا ما بتاخرش في الحاجات دي. تمام ماشي على طول. انا بس خلال اسبوع هيكون الرد موجود. بتكلم معاك يعني بنضحك يعني. طيب نعم. انا النقطه اللي عايز اسالك فيها يعني من وجهه نظرك ما دام كل حاجه بقانون ولوائح وده الموقف اللي حضرتك بتتكلم فيه هو موقف يتاخد فيه من اربع او نقول 10 مباريات مثلا من 5 ل10 مباريات من 5 ل10 مباريات وبالتالي يعني وجهة نظرك ليه تم يعني اصدار عقوبة زي كده على شيكابالا من وجهة نظرك في بالشكل ده؟ تجاوز من رئيس الاتحاد وانتقام منه تجاه اللاعب لان اللاعب اساء لي. انت صحيح اللاعب اساء لك واحنا معاك ومتضامنين معاك لانك انت رمز كرة القدم ولكن عشان انت رمز كن عادل لكن ما تحكمش هذا الحكم القاسي الباطل وخالف الإجراءات القانونية. هو ظلم من أحمد مجاهد. يعني أنا آسف في التعبير هي عزة أحمد مجاهد مش قانون ولا لوائح. أنا طيب. أسأله سؤال واحد أنا بس عشان بس برضو كابتن أحمد مجاهد مش معانا خليني أقول لك برضو أستاذ محمد وإحنا بنتكلم النقطة المهمة وأنا قلتها في الأول هو تكرار إثارة الجماهير. يعني أنا عايز أقول لك مثلا شيكابالا بغض النظر بقى عن موقفه من نادي باوك وأنه ساب نادي باوك وجي على نادي الزمالك دي مواقف خاصة بشيكابالا لكن هكلمك من 2020 شيكابالا عمل ايه مثلا يعني لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قررت ايقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 100,000 جنيه بسبب احداث ما بعد لقاء السوبر امام النادي الاهلي برضو في مايو 2021 50,000 جنيه وايقاف شيكابالا مباراتين بسبب سلوك غير رياضي في مباراة القمة ايضا في مايو لو تنفتكر المباراة دي واحنا بنتكلم في الموقف الثالث هل ده ممكن يكون بسبب وانا بقولت او ده الكلام اللي محطوط في الحساسيات ان تكرار المواقف في شيكابالا ان خلاص دلوقتي وضع لازم قرار قوي وتربوي بشكل كبير في هذه الحالة ده مش قرار قوي ولا قرار تربوي ده قرار ظالم كل الاحداث اللي حضرتك اتفضلت بيها حقيقية وخد عقوبته عليها وفي البداية أنا قلت أول كلمة قلتها لسه قلت لك أنا متفق في كل ما ذكرته من وقائع وأخطاء حدثت من شيكابالا واللاعب غلطان غلطان وناديه غلطان غلطان ولكن هذه نقرة وهذه نقرة إن إحنا بنعترف إن اللاعب مخطئ ومخطئ ضد رمز كرة القدم ولكن رئيس الاتحاد أيضا مخطئ لأنه دي عقوبة تعسفية ظلمة وراها يعني ضغينة وحكم وكره للاعب لأنها عقوبة غير منطقية بالمرة وإيقاف تقريبا سنة في محاولة اعتداء على فكرة أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة فاضل يعني في اللوائح ما قالش رئيس الاتحاد قال الإداريين الإداريين بيبدأ من عامل أوضة الملابس لغاية رئيس الاتحاد كل دول الإداريين كويس ولكن إحنا بننظر إلى قيمة رئيس الاتحاد أيوة ياخد عقوبة صح بس مش ياخد عقوبه 8 شهور ونص هو ممكن التفكير ان انا بدي اقصى عقوبه عشان عارف ان في طعن والامور يعني ممكن تختلف مع الطعن اللي هيحصل من نادي الزمالك حتى انا اكون رجل متزن في قراراتي ومش انا اللي اتخذ القرار الجهات المختصه اللي تتخذ القرار ما ينفعش تبقى القاضي والجلاد لا انت رئيس الاتحاد نعم رئيس الاتحاد الافريقي اتوجهت له اهانات كثيره جدا 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 لم ينظر في حين الامر اللجان المختصه هو ملوش دعوه هو شخص زي اي شخص في الاتحاد انفنتينو نفسه بلاتر نفسه ولم يتدخل ابدا ومشكلته مع محمد بن همام استعاد بالجمله راح اتحقق معاك مع بلاتر وهو رئيس الاتحاد راح اتحقق معاه واتحقق مع محمد بن همام حصل الكلام ده ولا حصل لا حصل طبعا 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 حصل ماشي على القياس انت رئيس الاتحاد على عيننا ورسمة ماشي حيل الموضوع للجنة المختصة لكن انت جواك توجه معين او رغبة في ازاء هذا اللاعب
لا ده غير مقبول، ومهما كنت من القوه مش هتقدر. وانا بقولها لك اهو، وانا وانت اهو، عقوبه شيكابالا غصب عن اتحاد الكوره هتتخفض. هنشوف، لانها عقوبه ظلمه. يعني اكيد كلام حضرتك من خلال طبعا اللوائح والامور الخاصه بهذه المواقف ممكن الامور تقتص بعد او تقل بعد طبعا طعن النادي الزمالك. هنشوف الامور راح لفين، زي ما انت بتقول حضرتك الامور ممكن توصل للاتحاد الدولي الفيفا، وبالتالي هنشوف نادي الزمالك، وخصوصا بعد تصريح كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وان هو بيقول ان هو هياخد الاجراءات الخاصه بالموقف ده والعقوبه اللي حصلت من خلال اتحاد الكره. بشكر طبعا استاذ محمد بيومي خبير اللوائح، واكيد واحنا بنتكلم على القرارات كان في بعض القرارات الخاصه ببعض العقوبات على بعض اللاعبين النهارده هقولها لحضراتكم، بالاضافه طبعا لموقف شيكابالا والقرار الخاص بشيكابالا، لايقاف شيكابالا طبعا لمده 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه، ايضا ايقاف حازم امام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامه 100,000 جنيه للسلوك غير رياضي، ايقاف احمد ابو فتوح لاعب الزمالك مباراه لحصوله على الانذار الثالث في نفس المباراه، غرامه ماليه 100,000 جنيه على نادي الزمالك لنزول اعداد زائده اثناء الشوط الثاني من المباراه نفسها مما ادى الى توقفها 3 دقائق، غرامه ماليه ايضا 100,000 جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبه اثناء وبعد مباراته امام البنك الاهلي، ايقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحله للطرد لمنع فرصه هدف في مباراه فريقه امام المقاولون، ايقاف علي جبر لاعب بيراميدز مباراه واحده لحصوله على الانذار الثالث، ايقاف اسامه عزبه ومصطفى شبيطه لاعبي مصر المقاصه مباراه واحده لحصول كل منهما على الانذار الثالث، غرامه ماليه على نادي طلائع الجيش 20,000 جنيه لتاخر الفريق في النزول لارض الملعب. قبل ما اطلع لفاصل بس هقف عند نقطه الهتاف الجماعي وسباب ضد عناصر اللعبه بالنسبه لنادي الزمالك، هي النقطه اللعيبه بتفكر بتفرح لانجازها ولا بتفرح عشان تقول لنادي تاني حاجه ممكن تكون جواها، هي النقطه افرح لمكسبك، افرح للي انت حققته. انا عايز اقول لكم مثلا يعني نادي الزمالك دائما بيفكر في البطوله لكن الامور بتبقى صعبه، وبالتالي تسيد نادي الاهلي في الفتره اللي فاتت على بطوله الدوري، لما نادي الزمالك بقى ياخد البطوله اكيد لازم يفرح، ما يبصش ويتكلم على النادي التاني، وده اللي انا على فكره قلته قبل كده سواء بقى للاهلي والزمالك، خليك في ناديك، اتكلم عن ناديك، افرح بناديك، افرح بفريقك، جمهور الاهلي افرح بفريقك، ما تتكلمش عن نادي الزمالك ولا جمهور نادي الزمالك، يا جمهور نادي الزمالك افرح بلعبتك وناديك، ما تتكلمش على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن انت كسبان دوري بتاخد الدرع عشان تغلط في نادي اخر، دي نقطه مش حابينها ولا يعني اكيد اللعيبه المفروض ما تتكلمش فيها، يمكن واحنا بنتكلم كان في موقف قبل كده وتوقف فيه بسببه امام عاشور، ان هم لما كسبوا برضو ابتدوا يتكلموا على النادي الاهلي او نادي اخر، دي نقطه احنا مش حابينها في اللعيبه ان يبقى ده مترسخ جواهم، ان انا عشان افرح وانبسط لازم اغلط في النادي الاخر. دي بس جزئيه خاصه ب الغرامه الخاصه به الهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبه. هطلع لفاصل وهرجع لاخبارنا، عندي اخبار خاصه طبعا بمنتخبنا الوطني النهارده بيشتغل بشكل طبيعي بتدريباته الطبيعيه استعدادا طبعا لمباراه انجولا، عندي اخبار للزمالك اخبار للاهلي، هنكون معاكم طبعا في البريمو، عندنا في الجزء الثاني من الحلقه كابتن محمود ابو الذهب وكابتن محمد جوده نجوم البريمو نجم طبعا الاهلي، سواء كابتن محمد جوده او كابتن ابو الدهب نجوم الاهلي السابقين. هطلع لفاصل ونكمل مع حضراتكم اخبارنا. اكيد واحنا بنتكلم عن نادي الزمالك وخبر ايقاف شيكابالا 8 شهور و500 الف جنيه غرامه، الموقف الحالي بالنسبه لنادي الزمالك هو الاستئناف، يعني الاستفسار الاول امتى هيكون الاستئناف، وده الاستفسار بيكون من اداره نادي الزمالك لاتحاد الكوره، وبالتالي طبعا تتخذ او يتخذ الاجراءات القانونيه نادي الزمالك في الاستئناف على هذا القرار، وزي ما كان معانا الاستاذ محمد بيومي خبير اللوائح وقال ان
الوضع الطبيعي لعقوبة زي كده بما حدث في هذا الوضع من 5 لـ10 مباريات وغرامة مالية، لكن اللي حصل هو يعتبر يعني زي ما نقول قرار صعب جدا وقاسي جدا على نادي الزمالك وعلى شيكابالا. احنا بنتكلم على نادي الزمالك وحراسة المرمى، وزي ما احنا كنا متوقعين في وقت من الاوقات ان بعد موقف جنش في مباراة الانتاج الامور هتختلف جدا بالنسبة لجنش داخل نادي الزمالك، بالاضافة ان احنا عارفين ان نادي الزمالك بيبحث دائما عن الاستقرار. امور كثيرة يعني في الفترة اللي فاتت ما بين حراس المرمى الثلاثة وبالاخص ما بين جنش وابو جبل بتخلي ان واحد منهم ما يبقاش موجود داخل نادي الزمالك هو هيدي الاستقرار لحراسة المرمى. بالتالي جنش كان دخلت مفاوضات معاه بالنسبة لبعض الاندية منها فاركو والامور بقت بالفشل. يعني النهارده بنتكلم على النادي المصري بيقترب من التفاوض او من التعاقد مع جنش في الفتره القادمه. هنشوف يعني الامور بالنسبه لجنش هتروح على فين. ايضا الزمالك واحنا بنتكلم على لاعبيه المفضلين بعد قراره برجوع كل المعارين بالنسبه لنادي الزمالك، مصطفى فتحي كان احد اللاعبين المهمين جدا لعودته لنادي الزمالك، وان كان في وقت من الاوقات مصطفى فتحي في ظل التفاوض نادي الزمالك مع نادي سموحه على اللاعب حسام حسن كان ورقه الوجود او يعني وجود مصطفى فتحي مره اخرى عار لنادي سموحه كانت ورقه موجوده عند نادي سموحه، بالتالي طبعا كان الرفض لنادي الزمالك اللعب بورقه مصطفى فتحي ده مرفوض. وايضا بنتكلم على اي تعاقدات بالنسبه لمصطفى فتحي ان حد عايزه عشان استخدام لاعب اخر من نادي اخر ده مرفوضه جدا لنادي الزمالك في الفتره القادمه ضد اي صفقه تبادليه. في ازمه ما بين الاداره وكارتيرون بخصوص المهاجم الاجنبي. اداره نادي الزمالك عايزه تقلل النفقات شويه في بعض المراكز واللاعبين منها المركز المهاجم. كارتيرون عايز مهاجم قوي عشان يكمل بقى الشكل العام لنادي الزمالك في الموسم الجاي ويكمل بقى اللي عمله الموسم ده. هنا اداره الزمالك عايزه تستقر على اللاعبين الموجودين سواء مروان حمدي، سيف الدين الجزيري، ونجم حميد احداد، دول اللي يبقوا موجودين وما يجيبوش اي حد تاني. لكن هنا كارترون رافض الوضع ده وعايز الاستغناء عن احداد، مش مقتنع بالراجل يعني من وجهه نظره، الراجل مش عايزه في الفتره القادمه والاقتناع الفني بالنسبه له مش موجود عند كارترون، والاستفاده من مكانه كلاعب اجنبي بلعيب سوبر في مركز الراس حربة بالنسبة لنادي الزمالك. ده الوضع ما بين الإدارة، الإدارة عايزة الاستقرار على اللاعبين اللي موجودين دول في المركز ده، وكارترون محتاج لاعب آخر سوبر في مركز الراس حربة، وده اللي احنا زي ما بقول لكم الخلاف اللي موجود ما بين الإدارة. على فكرة ده وضع طبيعي، يعني طلبات كارترون بيشوف ايه لمصلحته، برضو الإدارة يهمها بيبقى عندها جوانب اخرى منها الجانب المادي، جوانب اخرى ان انت عندك مجموعه من اللعيبه المميزه تقدر تستفاد بيهم. دي امور ممكن بتحصل في جميع الادارات الخاصه بكره القدم. ده يمكن الاخبار الخاصه بنادي الزمالك. عندنا اخبار خاصه بنادي الاهلي، خصوصا زي ما بقول لكم النهارده كان في اجتماع لاتحاد الكوره في بعض القرارات اللي حدثت طبعا بالنسبه لكاس مصر، منها اخبار خاصه بالنادي الاهلي في هذا الاجتماع هقولها لحضراتكم من خلال اخبارنا للنادي الاهلي. طيب الاجتماع النهارده يعني قرروا للانديه كلها استمرار بطوله كاس مصر. النادي الاهلي كان بيشترط الاستمرار ولكن بشرطين. اولا رقم واحد ان الامور بالنسبه للمباريات ما تبقاش مضغوطه، ما يبقاش كل 3 ايام ماتش، ده بالنسبه لمباريات النادي الاهلي، وده شيء اعتقد ده شيء مهم ان كل ماتش كده النادي الاهلي ياخد راحته فيه، كسب يطلع للماتش اللي بعده بعديها بفتره تكون راحة بالنسبة له. عايز اقول لكم طبعا كانت فترة صعبة جدا جدا في بطولة الدوري على النادي الاهلي وضغطة المباريات اللي كانت موجودة في الفترة اللي فاتت، وبالتالي البطولة دي محتاج ان هو ياخد راحته في المباريات والراحة اللي ما بين المباراة
والاخرى في حاله مكسب طبعا النادي الاهلي وصعوده للمباريات اللي بعد كده. ده كان شرط من شروط النادي الاهلي. ايضا الشرط الثاني هو التمسك باللاعبين الدوليين سواء المحليين او الاجانب ولعبوا في مباراه كاس مصر المتبقيه باللاعبين الدوليين المصريين او الاجانب. ده الشرط الثاني. وطبعا كان في وضع كان في بطوله الدوري ان كان في بعض اللاعبين اللي كانوا متواجدين في المنتخب الاولمبي النادي الاهلي لعب مباريات من غيرهم، وده طبعا اثر بشكل كبير على المستوى الفني بالنسبه للنادي الاهلي. كانت كابتن سيد عبد الحفيظ كان هو الموجود في الاجتماع النهارده ممثلا عن النادي الاهلي. اجاي يمكن كلام حتى الان ان اجاي خلاص بيفسخ عقده مع النادي الاهلي او بيقترب من فسخ عقده مع النادي الاهلي. المشكله في ايه؟ اجاي عنده مبلغ معين طلبه اللي هو 800,000 دولار ياخده يعني ويوافق على فسخ تعاقده، لكن النادي الاهلي عايز يديله 600 بس. وهنا ده الخلاف ما بين اجاي والنادي الاهلي على فسخ التعاقد بالتراضي. وهنا في طرف ثالث نادي الزمالك، نادي الزمالك يعني داخل في فكره ان اجاي يبقى متواجد في نادي الزمالك. وهنا طلبات اجاي ايه بقى؟ عايز 1,000,000 دولار من نادي الزمالك، ونادي الزمالك عايز يديله 600,000 دولار. هنا الموضوع متشابك، والموضوع ممكن على فكره النادي الاهلي ما عندوش مشكله خالص ان يسيب لاعب في الوقت ده، ان لو مشي من النادي الاهلي يروح لنادي الزمالك ما عندوش مشكله خالص، خصوصا ان من مصلحته ان اجاي يبقى ما بقاش موجود ايا كان بقى اللاعب اللي هيمشي. زي ما بقول لكم نادي الزمالك عايزه يتفضل نادي الزمالك، لان المدام شايف ان كمان نادي الزمالك شايف ان مصلحته في هذا اللاعب يبقى ده هيفيد الفريق في الفتره القادمه. لكن انا بقول لكم على المفاوضات الموجوده بالنسبه للنادي الاهلي عشان يترك اجاي او يفسخوا التعاقد بالتراضي. وايضا نادي الزمالك في يعني مفاوضاته مع اجاي وهو مبلغ 600,000 دولار، وان كان اجاي طالب 1,000,000 دولار ما بعد طبعا فسخ تعاقده مع النادي الاهلي. في اطار نفس الاطار كده وفسخ التعاقد مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي في بعض اللاعبين طبعا بيتم الاستغناء عنهم خصوصا اللي جددوا لسنين تانية، وفي نفس الوقت الحاله الفنيه بالنسبه لهم ان هو مش محتاجهم في الفتره القادمه. مروان محسن من ضمن هؤلاء اللاعبين، وبرضه بالتراضي بيفسخ عقده مع النادي الاهلي بيقترب من نادي بيراميدز. عارفين ان مروان محسن يعني في الموسم ده مضى 3 سنين تانيين، وبالتالي الامور بالنسبه لفسخ التعاقد هيكون موسم هياخده من ال3 سنين دول موسم واحد بس فقط بالثمن موسم واحد، وهينتقل بعد كده الى نادي بيراميدز في الفتره القادمه، خصوصا ان جون انتوي لاعب بيراميدز خلاص نادي بيراميدز استغنى عنه بشكل رسمي. طيب خليني واحنا بنتكلم على كنا بنتكلم في الانترو بنتكلم طبعا على نادي الزمالك والعقوبه اللي كانت على شيكابالا تم اصدارها النهارده من اتحاد الكوره، هروح للاستاذ محمد اتريبي طبعا نائب رئيس نادي الزمالك ورايه في ما حدث وهذا القرار الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. اهلا، ازيك يا كابتن محمد؟ اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. يعني القرار حضرتك طبعا اكيد نادي الزمالك تلقاه من خلال طبعا القنوات الرسميه، من خلال طبعا اكيد ما حدث في تسليم درع الدوري وما حدث من شيكابالا مع كابتن احمد مجاهد، وبالتالي اكيد نادي الزمالك ليه اجراءات اخرى وخطوات اخرى في هذا القرار. طبعا هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنينا خلاص نادي الزمالك ببطوله الدوري اللي استحقها. الماتش ده كان مباراه استعراضيه، نادي البنك الاهلي احتفى بنادي الزمالك قبل المباراه واللعيبه في يعني موكب ظريف جدا. نادي البنك الاهلي استمر في الدوري الممتاز فما كانش عنده مشكله في هذه المباراه، ونادي الزمالك كان حسم الدوري من المباراه السابقه فما عندوش مشكله، فدي كانت مباراه نادي البنك الاهلي هيلعب مباراه جيده ونادي الزمالك هيلعب، انما في الاخر يعني مباراه تحصيل حاصل انها تحصيل حاصل واستعراضيه، ونادي البنك الاهلي لعب مباراه جيده جدا واضاع ضربه جزاء وتعادل واضاعها وابو جبل صدهم مرتين، فكانت مباراه جميله. عكر بقى صف القصه دي النهارده، احنا على فكره نزلنا بيانين، بيان الاول الصبح قبل ما نعرف القرارات وبيان بعد القرارات، فلو برضو تقدر تطلع على البيانين واضحين قريناهم. البيان شيكابالا ده كابتن الفريق، شيكابالا راح
عشان يدخل اللعيبه بتاعه نادي الزمالك الناشئين زي عبد السلام، زي فيصل، زي عيد. دول لعيبه بتلعب في الدوري، بتلعب مع نادي الزمالك. صحيح. فدول من حقهم كانوا يخشوا الملعب ويفرحوا مع بقيه اللعيبه. اللعيبه دي محصوره في ممر ومش عاوزين يدخلوه. فشيكابالا ككابتن الفريق هم عمالين يدعوا عليه، فالراجل راح عشان يدخلهم. يا جماعه دخلوهم، وعاوز يغير الفانيلات عشان المرحوم، برضه بنكرم المرحوم علاء، فعاوز يغير. قعدوا ربع ساعه مش عاوزين يخلوه، يفتحوا الباب يدخلوا اللعيب، والناس واقفه في الممر، وفي زوجات موجودين، وفي اطفال. احنا بنشوف بره ما محمد صلاح نزل ومراته معاه وبنته معاه، وكانوا ممكن ينزلوهم ويقفوا لغايه لما يسلموا الدرع، وبعد كده الناس بتخش تتصور في الملعب. انا يعني مش شايف في اي مشكله، بالعكس دي كانت يعني الملعب كبير جدا وما فيش جمهور، كان قليل جدا. ايه اللي يمنع انه اللعيبه باسرهم باطفالهم بعد تسليم الدرع؟ ما فيش مانع، هو ده يعني الوضع الطبيعي. لكن هي الفكره ان هم ينزلوا اثناء تسليم الدرع، هي كانت المشكله في كده. لا طب واللعيبه والناشئين ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد، يعني قيمتك الكبيره طبعا، انا وانا بكلم طبعا حضرتك انا سعيد اولا رقم واحد. هي النقطه في ايه؟ هل ده دور شيكابالا، ولا حتى واحنا بنتكلم في اداري موجود، في مسؤولين داخل نادي الزمالك موجودين يقدروا هم اللي يتكلموا مع؟ لا ما احنا بص يعني انا شايف ان روح ان شيكابالا يروح، انا بشوف ان ده وضع مش مظبوط. انا من وجهه نظري انا بالعكس، انا يعني معلش هختلف معاك في الحته دي، لانه ده كابتن الفريق ودي لعيبه بتلعب في الفريق. هو راح عشان اولا كان عاوز يغير الفانيلا ويفتح الباب ويخش، وهو يخش يغير فانيلته. فدي نمره واحد. نمره اثنين، انت ما تسيروش بقى، يعني ايه المشكله؟ ما احنا شفنا راموس في ريال مدريد شايل ابنه وكله على فكره الصور كلها بتقول. وبعدين ما ينفعش بقى، انا برضو مش هتكلم على انديه منافسه، بس ما ينفعش نكيل بمكيالين. ما ينفعش انه فرجاني ساسي السنه اللي فاتت 8 ماتشات يتوقف عشان مسك السماعه بتاعت الحكم، وفي غيره لا ما حصلش نفس الجزاء ولا قريب من هذا الجزاء. امام عاشور 12 مباراه، وبعد كده لجنه الانضباط اتغيرت، الحدث اللي حصل امبارح حصل حاجه شبيهه له وما حصلش فيه اي مشكله. فاحنا نادي الزمالك ده نادي عريق طبعا، ما ينفعش انه يحدث هذا. واحنا كان كلامنا واضح، احنا شايفين ان هذه القرارات غير سليمه، واحنا هناخد كل الاجراءات اللي تحافظ على حقوق نادي الزمالك. العقوبه قاسيه شايفها يا استاذ محمد؟ اساسا طبقا للوائح، الثمان شهور دول لو لعيب ضرب حكم او ضرب مسؤول، وهذا لم يحدث نهائي من شيكابالا. شيكابالا اتنرفز لما منعوه على ربع ساعه بيحاول يدخل اللعيبه وهم رافضين، فكله ما فيش اي احتكاك حدث، وبالتالي ان انا اوقفه 8 شهور ده مخالف للوائح. فدي نمره واحد. فالنهارده ما ينفعش، احنا نزلنا البيان الثاني واضح وصريح ان هذه القرارات احنا في نظرنا قرارات غير سليمه، وان احنا هنتخذ جميع الاجراءات اللي تحافظ على حقوق نادي الزمالك. والحاجه الثانيه ان احنا ان شاء الله هنعمل حفلتين، وانا قلت الكلام ده امبارح في زملكاوي، هنعمل حفلتين، حفله في فندق 5 نجوم بنحتفي بكل الالعاب الجماعيه اللي اخذت بطولات، اللي هو البولي والهاندبول والكوره والباسكت، وفي نفس الوقت هنعمل حفله للجمهور بعد ما ناخد موافقه الجهات الامنيه. صحيح. لانه نادي الزمالك نادي كبير، ما ينفعش انه يحدث معاه هذا الكلام. طيب. نهائي. الاجراءات اللي حضرتك بتتكلم عليها يا استاذ محمد، اجراءات ضد اتحاد الكوره، هتكون في اتحاد الكوره ولا هتتجهوا على الاتحاد الدولي على طول؟ يعني برضو النهارده لا اكيد اتحاد الكوره. لا يعني ما احنا هنمشي طبقا للوائح. احنا ما هنروح للدولي ليه واحنا عندنا عارفين ان احنا هناخد حقنا في من اصلا؟ ما ينفعش النهارده كمان الخصم يبقى هو نفس في القاضي، وعشان كده احنا يعني مطمنين لاجراءاتنا، وعارفين ان عندنا ناس مستشارين على اعلى مستوى، واللوائح موجوده، واحنا عارفين اللوائح بتقول ايه. القصه الثانيه انه في اشاعه انه الزمالك ينسحب من الكاس. الزمالك عمره ما ينسحب من بطولة. الزمالك ياخد بطولة ما ينسحبش، الزمالك يستمر ويلعب في بطولة الكاس، وربنا بقى يوفقه ان شاء الله وياخد البطولة. انما الزمالك وصل مع اسوان في المباراة قبل النهائي، في الامور بالنسبة لا اصل في كلام اشاعات ده الزمالك ينسحب بقى. لا مش هننسحب،
احنا هنكمل البطوله وناخدها ان شاء الله بتوفيق من عند ربنا. انما والنهارده كان في اجتماع في الاتحاد بالظبط، كانوا 17 نادي، 14 طلبوا عدم الغاء الكاس، وثلاث نوادي هم اللي طلبوا الالغاء. فبالتالي المفروض ان الكاس مستمر، والزمالك هيلعب الكاس وهيحصل على الكاس باذن الله طبعا وبتوفيق من ربنا، ما حدش يعلم الغيب. انما انا بطمن جمهور الزمالك، اللجنه بنحترم الجميع، بس هنحافظ على حقوق نادي الزمالك وعلى حقوق لاعبتنا وابنائنا. استاذ محمد، قعدتوا مع شيكابالا؟ اتكلمتوا معاه ما بعد القرارات دي؟ انا بصراحه انا ما قعدتش مع شيكابالا، انما شيكابالا عارف ان احنا يعني في دعم له، لانه احنا كنا حاضرين الواقع. وخد بالك المفروض الناس تفرح، يعني المفروض كان ماتش زي ده بس. وبعدين ما انت عارف انت يعني في لعيب بيبقى دمه حامي شويه، فانت ما تقعدش تاخده معاك وتشده وتعصبه، وهو المفروض كان يبقى فرحان وبهدوء كده وندخل اللعيبه. انما 10 دقائق ربع ساعه اللعيبه عماله محبوسه جوه في الممر ومش عارفه تخش. وبعدين دي لعيبه شاركت في بطوله الدوري، زي ما قلت لك يا كابتن محمد، عيد، عبد السلام، فيصل وغيرهم، فكل دول عاوزين يخشوا. ايوه بس موقف شيكابالا يا استاذ محمد، يعني برضو هل انتوا شايفين ان هو موقفه، ما حتى لو احنا بنتكلم ان هو كان المفروض راح يعمل هدف نبيل بالنسبه له، ما يعني اللي عمله مع كابتن احمد جاده، هل يعني انتوا راضيين عنه كمجلس؟ لا هو ما هو هو عمل، انا ما اعرفش عمل ايه مع احمد نجاح، انا ما شفتش التقرير ان هو تلفظ بالفاظ مسيئه للاتحاد المصري او لاعضاء الاتحاد او احنا على فكره الاتحاد. احنا على فكره قلنا ان احنا في البيان الاول ان احنا هنعمل تحقيق ونشوف ولو حد عاوز يشارك يعني احنا ما بنحترم كل الناس. انما يعني ما ينفعش حد يجي على نادي الزمالك وهو يعني انا مش عاوز بس اذكر، هو مش في واقع حصلت في العام السابق في يعني في تسليم الدرع، قصدك حضرتك اللي بتاعت محمد فضل وكابتن كهربا، حصل هذا الكلام ولا ما حصلش؟ حصل واقعه، ونادي الاهلي اللي كان حصل؟ يعني نادي الاهلي هو اللي اشتكى على فكره الاول، على فكره اشتكى كابتن فضل. يعني انا مش عاوز اتكلم، ما انا بقول لحضرتك حاجه، يعني النادي الاهلي اخذ قرار بان هو يشتكي فضل. كابتن فضل كان مسؤول ساعتها، كان موجود في الملعب. انا مش عاوز اتكلم على نادي زي النادي الاهلي، نادي عريق ما حدش يختلف عليه. انما انا بقول ما ينفعش انه نادي يتعامل بطريقه ونادي اخر او انديه اخرى تتعامل بطريقه. اكيد طبعا. طب الموقف بتاع النادي الاهلي يعني كان في صلح، هل ممكن الموضوع يوصل للمرحله دي مع نادي الزمالك والاتحاد او كابتن احمد مجاهد؟ يعني هو الصلح ده دايما بنقول الصلح خير، دي ما فيهاش مشكله. يعني اكيد يعني احنا ما عندناش اي مشكله في عمليه الصلح. انما انا بقول ايه، زي ما انا حكيت لك على وقائع، ما هو ساسي السنه اللي فاتت اخذ 8 مباريات ايقاف، امام عاشور 12 مباراه ايقاف. ما ينفعش احنا الحمد لله الفار لما دخل قلنا انه مش على فكره مش نادي الزمالك ولا النادي الاهلي، ده الجميع انديه مصر. الفار لما دخل يبقى معناها ان هناك عداله هتتحقق، ومش لازم انها هتبقى العداله الكامله، انما على الاقل هيبقى في عداله. ولما تحسن الفار اكتر العداله هتكتر. وزي ما انا قلت يعني في الماتش بتاع ليفربول وتشيلسي، لولا انه في فار ما كانش البينالتي هيتحسب وما كانش الراجل هيطرد. فالفار ده طبعا يعني عدل ودى عداله اكتر واكتر للمباريات. فاحنا بنقول عاوزين عداله عشان الناس، ومش عداله للزمالك ولا عداله الاهلي ولا عداله لمصري، لا عداله لجميع الانديه، عشان حتى الانديه اللي هي يعني اللي هي مش انديه يعني معروفه، لا تحس ان برضه في هناك عداله. صح. بس احنا يعني سعداء بحضراتكم طبعا، وفكره الاجتماع اللي انتوا عملتوه بخصوص الاحتفاليه، وده اللي احنا عايزين جمهور الزمالك يفرح بامانه. يعني اللي حصل ان جمهور الزمالك الى حد ما الواقعه دي خليته يعني ما يفرحش قوي، لكن اللي انتوا بتعملوه سواء بقى هتعملوا حاجه خاصه بالنسبه لتسليم الدرع واللاعبين ثم الجمهور، دي حاجه كويسه. يعني احنا قلنا هذا الكلام قبل ما نعرف الوقائع دي، الوقع احنا يعني انا فاحنا مرتبين
لانه حتى التنظيم ما كانش جيد والاخراج بتاع. طب استاذ محمد، طب يعني ليه تنظيم نادي الزمالك ما اشتركش فيه؟ اتحاد الكره طبعا هو ده المسؤول. مش دورنا، ده مش دورنا. انا عارف انه، لكن انا كبطل انا محتاج واحد اتنين تلاته وببقى اشترك مع اتحاد الكره ما دام العلاقه كويسه يعني. لا هو العلاقه كويسه ما فيش مشكله، بس خلينا نقول انه الماتش ده كان مش بتاع نادي الزمالك، ده كان بتاع نادي البنك الاهلي. صحيح. فالدخول وتنظيم الدخول ده كان بتاع البنك الاهلي. تنظيم الاحتفاليه مش نادي الزمالك مش طرف، كان وكان مفروض يتقعد مع ويتقال مين اللي يخش ومين اللي كذا، وده اللي انا بتكلم عليه على فكره. يعني كان يبقى فيه تنسيق ده حتى ده يعني ده لا تلوم بقى نادي الزمالك. فانما في الاخر كان ممكن الاحتفاليه تتم والناس كلها تفرح. وبعدين ده احنا بنشوف في دوريات بيفتحوا الملعب للجمهور بعد لما نادي بياخد الدوري. الجمهور بينزل في الملعب كله لانه خلاص هو مش هيحصل الخلاف بين جمهورين. ده ما فيش غير جمهور نادي الزمالك وجمهور نادي البنك الاهلي. والاعداد ايه الاعداد؟ يعني ما فيش يعني ما مش بنقول بقى زي زمان 50,000 و30,000 و20,000 و2005، لا. فما تسيب الناس تفرح، ايه المشكله يعني؟ ف يعني اللي حدث حدث وكلنا بنتعلم من الاخطاء. صحيح. انما نادي الزمالك مش هيسيب، هيدافع عن حقه وعارفين احنا اجراءاتنا شكلها ايه، وبالقانون وباللوائح هنطبق ان شاء الله ونشوف هيحدث ايه في القانون واللوائح. يعني اكيد في القادم ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ محمد دتريبي طبعا نائب رئيس نادي الزمالك، وكلامه عن موقف نادي الزمالك ضد القرارات الخاصه بشيكابالا ووقف شيكابالا لمده 8 شهور وغرامه 500,000 جنيه والاجراءات الخاصه بنادي الزمالك في الفتره القادمة. خليني بس عندي خبرين وبعد كده هستقبل ضيوفنا طبعا كابتن محمود ابو الدقه وكابتن محمد جوده. الانديه بعد اجتماعها النهارده كان في استقرار على نظام الدوري بنفس الشكل بنفس اللوائح بنفس الامور الخاصه ببطوله الدوري في الموسم ده، وبالتالي الموسم الجاي الامور ماشيه بشكل طبيعي، الدوري شغال بدورين، الامور زي ما هي. زي ما قلت لحضراتكم كان في اقتراحين، اقتراح ان يكون الدوري اقتراحين تانيين يعني ان يكون الدوري من دور واحد وبيتم تحديد البطل والانديه المشاركه في البطولات الافريقيه. الاقتراح الثاني انه يبقى مجموعتين الاول والثاني والاول والثاني ويتلعب دوره مجمعه ويختاروا طبعا البطل. دي كان الاقتراح الثالث، لكن طبعا الانديه كلها استقرت على الشكل الطبيعي للدوري الممتاز من دورين، ولكن بعد ضغط المباريات مرة أخرى. هنشوف طبعا ضغط المباريات ده هيمشي ازاي في ظل الاشتراكات الكبيرة للأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا وبيراميدز والمصري في بطولة الكونفدرالية، وطبعا اشتراك المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية وبطولة كأس الأمم الأفريقية، حاجات كتير جدا الموسم الجاي. عشان كده كان الأندية النهاردة قاعدة عشان تستقر على نظام الدوري في الموسم القادم. ايضا يوم الثلاثاء ان شاء الله اقامه قرعه بطوله الدوري، وبالتالي طبعا ده شكل طبيعي بالنسبه للمباريات ان شاء الله للانديه المصريه في بطوله الدوري. في ظل الاجتماع كان في كلام عن عوده الحكام الاجانب مره اخرى، كان في بعض المطالبات بالنسبه للانديه عن عوده الحكام الاجانب في بعض المباريات الحساسه. هنا كابتن احمد مجاهد ما كانش عنده ادنى مشكله، لكن بالاتفاق الانديه مع بعض ويوصلوا لشكل معين بالنسبة لاستخدام الحكام الأجانب، ويتم طبعا إقراره من جانب اتحاد الكرة. هطلع تقرير عن الاجتماع ده، معانا عدة تقرير يعني عدة لقاءات عن الاجتماع بتاع النهاردة ده، وإن شاء الله بنتكلم على المنتخب بقى، هتكلم على المنتخب مع نجومنا في الاستوديو إن شاء الله كابتن محمود أبو الدهب وكابتن يعني محمد جودة، لأن كان عندي خبر عن المنتخب هناخده في إطار الحديث مع كباتن مصر في الاستوديو إن شاء الله بعد الفاصل. حضر 17 النهارده كانوا في اتجاه ان المسابقه تتلعب، وده طبعا كان راينا احنا كزمالك بصفه شخصيه عشان انا ممثل المجلس ان احنا نلعب الكاس ولازم يتلعب، لان انا شايف ان الفتره متاحه جدا او التوقيت موجود. في ضغوطات فعلا في الموسم اللي فات، بس ما اعتقدش ان الموسم اللي جاي هيكون اصعب من الموسم اللي احنا لسه مخلصينه. فبالتالي احنا اتكلمنا من هذا المنطلق، ويمكن اغلبيه الانديه زي ما انا قلت يمكن 17 فيهم 15 او 14 موافقين على الاستكمال، ودوت يمكن ملخص الدار في الاجتماع، لان دي كانت النقطه الرئيسيه. دوري ما فيهوش تغيير كفي في الشكل، هو احنا كل الكلام نبتدي الكاس ولا نبتدي الدوري، نبتدي الدوري ولا نبتدي الكاس. فزي ما قلنا الاغلبيه كانت في
اتجاه نبتدي الكاس وبعدين نبتدي الدوري بعدين. والله كان اجتماع مثمر جدا النهارده. مهندس احمد مجاد بصراحه ساب مجال كبير للانديه انها تقول ارائها بمنتهى الصراحه والقوه والشجاعه. وقلنا لهم ان طبعا يستكمل الكاس لان ما لهمش ذنب الناس اللي لعبت الكاس ووصلت للنهائيات، وفي نفس الوقت الدوري يعني نبدا بالكاس وبعدين نستكمل الدوري، خاصه ان معارضه كبيره جدا على موضوع تغيير شكل الدوري انه يبقى 16 فرقه مش 18، انه يهبط خمسه. لا هو كان مقترح اتحاد الكوره انه يبقوا خلوه 16، الانديه كلها بالاجماع رفضت المقترح وهو استجاب لهذا الكلام انه يبقى 18 نادي زي ما هم وهبوط ثلاث انديه فقط، مش وسمحوا برضه بفتره السماح للتسجيل بتاع اللاعبين. وكان النهارده بصراحه المهندس احمد مجاد مرن جدا في كل الامور. هو كان في جدول اعمال طبعا بيتناقش من خلال ال 18 نادي الموجودين، سواء كان شكل المسابقه هيبقى ايه، نظام الهبوط، هل ممكن نغير شكل المسابقه ولا لا، رابطه الانديه، في امور كتير يعني مديونيات الانديه وحاجات، لكن كان يهم كل الانديه الموجوده ال 18 نادي الموجودين وهو شكل الدوري. شكل الدوري باقي زي ما هو، كل الناس اجمعت على هذا الوضع، لدوري من دورين، دوري من دورين 18 نادي، الهبوط زي ما هو، ما فيش تعديل في شكل المسابقه، وبالتالي كل اجمع على هذا الكلام. اللي هو اشرف نصار رئيس النادي اتكلم مع كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ان احنا عايزين نشتري كريم بامبو خلال الفتره، وكان في موافقه مبدئيه، بس طبعا لغايه ما نشوف احتياجات كارتيرون، هل كارتيرون محتاج بامبو السنه الجايه مع الزمالك ولا ممكن احنا ناخده، يعني دي يعني حسب بقى قرار كارتيرون. بس احنا ان شاء الله طبعا مهتمين ان احنا نتعاقد مع كريم بامبو، لعيب مميز جدا ولعيب تالق، وكل اللعيبه بصراحه في البنك الاهلي يعني احنا الحمد لله السكواد بتاعنا معظم اللعيبه لعبت، لا ولعيبه كبيره واسماء كبيره وكلهم يعني اجتهدوا بشكل كبير. الموسم القادم احنا هنلعب على ملعب بيترو سبورت في نفس الملعب اللي احنا كنا بنلعب عليه ان شاء الله، وملعب كويس، ملعب بيترو سبورت ملعب كويس جدا وملعب مميز جدا، ارضيه الملعب كويسه جدا، فان شاء الله مكملين على بيترو سبورت يعني ان شاء الله. خليني بمنتهى الامانه يعني اللي بيحصل النهارده ما كانش بيحصل قبل كده. يعني انا يعني يمكن انا موجود داخل جدران النادي المصري من 2012، لا اللي بيحصل النهارده ما كانش بيحصل قبل كده. اللي انت بالظبط كده، ان اتحاد القوه او المسؤولين عن اتحاد القوه يشارك الانديه القرار ويشارك الانديه شكل الجدول وشكل المسابقه والكلام ده كله ما كانش بيحصل. انا بشكر اللجنه الثلاثيه بقياده الباشمهندس احمد مجاهد اللي فعلا النهارده كان صدره رحب وسمع لكل الانديه، وده مهم جدا 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 ان انت تسمع للانديه واقتراحات الانديه. في الاخر انت سمعت هتوصل للقرار الصح في الاخر، حتى لو مختلف مع قراري، خلي بالك انا ما بتكلمش، حتى لو مختلف مع اللي انا عاوزه انا كنادي او انا طلبات انا كنادي، لكن انت في الاخر هتوصل للقرار الصح وهتدرس الامور بطريقه سليمه وطريقه كويسه. برحب بحضراتكم مره تانية في الاستوديو، معايا اتنين من نجوم النادي الاهلي الصراحه، يعني يمكن انا لعبت مع الاتنين، سواء بقى كابتن ابو الدهب كلاعب مدافع قوي طبعا، لا يعني اللي اتفرج عليه كابتن ابو الدهب حاجه محترمه جدا. على الجانب الاخر كابتن محمد جوده، واحد من اللاعبين بقى اللي صعدوا معايا للدرجه الاولى، خط وسط كان من الخط يعني من اللاعبين المميزين، بنقول ايه خط وسط عصري، لو كان في الوقت ده كانت الامور بالنسبه له اختلفت تماما في المقابل المادي بالنسبه له. يعني لما نيجي نتكلم على مبالغ معينه في الوقت ده احنا بنتكلم فيه، لا كان ممكن يبقى ياخد اكتر من كده بكتير. خلينا ارحب بكابتن محمود ابو الدهب في البدايه، والنجم دائما الدائم في البريمو. كابتن ابو الدهب برحب بحضرتك. حبيبي يا رؤى، وانا سعيد جدا النهارده مع محمد حبيبي دايما بنسعد بيك، اللعيبه المحترمه وكان ناشئ طلع معانا بسرعه الصاروخ طبعا. كابتن جوده برحب بيك يا كابتن جوده. مبسوط ان انا معاك يا كابتن فاروق طبعا ومع كابتن محمود، يعني بقالي كتير ما في وقت واحد تقريبا. انا كنا ابو الدهب لحقته وانت طلعت معايا، فاكيد يعني احنا طبعا كابتن ابو الدهب طبعا الماتشات اللي اشتغل راح لحقته. طيب راح بعد كده راح النمسا تقريبا، كان معاه كتير معانا، راح طلعت انت وابراهيم ويعني كان طلع كويسه من الثلاثه. ما يميز المرحله دي من وجهه نظركم كابتن في الوقت ده،
هل كان النادي الاهلي في الوقت ده كابتن ابو الدهب كان 7 سنين دوري لو تتذكر لما احنا صعدنا كابتن جودة؟ بص يا في تغيير اللي هو الجيل بقى بيتغير بصعود سيد عبد الحفيظ، صعود جودة، ابراهيم سعيد، وانا بص خلي بالك يمكن عشان في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، اللي كان يخش في المجموعه دي يبقى جامد جدا. ده في اجيال حقيقيه يعني انتوا كويسين جدا ما نجحوش. الميزه كمان كان مستر هولمان ومستر هاريس كان عينهم على قطاع النشيد دايما، فلما يختار لعيبه واللعيبه دي تتمرن مع يعني نجوم كبار جدا في الفرقه، وكان في تقل في الفرقه في الوقت ده في النادي الاهلي، يعني انت لو عديت كل لعيب في يوم هتلاقي لعيب جامد النهارده عشان تبقى تلعب، فكان لازم بعض اللاعبين تحترف او تمشي. يعني انت اي عقد احتراف هيجي اي لعيب، يعني انا كنت لازم امشي عشان ابراهيم سعيد يبقى موجود. حتى بعد كده سمير كمونة لعب، بعد كده سمير كمونة راح ألمانيا. فبالتالي انت عشان تخش في وسط المجموعه ديت. الحاجه الثانيه فروق ان احنا كنا كمان الحمد لله بنشيل الناشئ، والناشئ كان طالع كويس متاسس كويس وعايز يلعب، ودي كانت ميزه. يعني احنا حتى كمان يمكن انتوا لاحظتوها ان انت كنت بتحافظ على نفسك، بتحافظ على اللعيب، وبعدين ما كنتش بتقول بقى اللعيب على مهلك او خاف، لا كنت بتقول العب، وانت كنت بتلعب وبتبقى جامد وبتبقى عندك قوه، فبالتالي انت كنت حاطط او حاجز ان انت هدفك ان انت تلعب فريق اول، ودي كانت ميزه فيكم طبعا. انت كفيرود جودة كان في نص الملعب، ابراهيم سعيد كان جوكر. الموضوع صعب قوي عندك. كان جودة جودة انت لعبت كان مين يا كابتن جودة؟ كابتن هادي خشبة كان كابتن هادي خشبة وكابتن هشام حنفي. يعني بجد واحنا في الناشئين يعني دايما كنا اصلا بنتمرن فترات كبيره جدا. انا كابتن فاروق قبل اهلي مدينه نصر بنتمرن في الجزيره، كنا نخلص حتى كنا بنخلص ونتفرج طبعا على النجوم الكبيره دي. الواحد ما كانش مصدق في يوم من الايام ان هو هيكون معاهم. يعني يمكن كابتن فاروق انت كنت بتبص طبعا على المهاجمين، حاجه طبعا صعبه جدا. انا كنت ببص على نص الملعب، كابتن هادي خشبه، كابتن اسامه عرابي، كابتن هشام حنفي، مش عايز انسى حد، بس كانوا كان صح انت قلت الثلاثه بالظبط، كانوا كابتن هادي خشبه وكابتن هشام حنفي كانوا من اسامه عرابي طبعا من نجوم لا كابتن اسامه كان سابقه يعني، بس الفتره دي مش عايز يعتزل. ما انت ما لا كانش عايز لعبنا معاك كتير. انت لو لاحظت حاجه في الفتره دي كان ثبات التشكيل، يعني احنا قعدنا 3 سنين يا فاروق كان ثبات التشكيل كان من ثوابت النادي الاهلي. يعني حتى كان الراجل اللي كان يقعد معانا المدير الفني كان يقول لك ان عندي الاساسي اساسي، فكان الاساسي بيلعب وبيدوس في اللعب وبيموت نفسه، واللي ما بيلعبش كان برضه عايز يخش المكان يعني يلعب، فبالتالي كان بتبقى تخلق منافسه قويه. فدي بتبقى كانت ده كلام برضه كابتن فاروق يدل ان كمان زينا اللي هيجي من تحت كمان هيبقى الموضوع صعب. يعني كابتن ابو الدهب بيقول لك اللي ما كانش بيلعب كان صعب يدخل طبعا. ما بالك بقى حد ناشئ طالع. فبجد يعني تشرفنا ان احنا لعبنا مع كباتن كبار. الصعوبه في الوقت ده ان كان فعلا فريق زي ما بقول لك 7 سنين احنا حضرنا لو كان في افريقيا في الوقت ده كمان كان الوضع لا كان هيبقى مختلف. البطوله العربيه دايما كانت فتره عظيمه جدا. الحمد لله ان احنا لحقنا شويه مع الجيل ده. كان لعيب جامد ولعيب ناشف يعني جودة. لا كان لا ما هو بص ما طول العمر الناشئ فاروق ده احنا بنقول له يكون عنده هدف وعنده طموح ان هو يلعب. فانت كمان كان معاك مجموعه تساعدك تساعدك على التالق وتساعدك ان انت تلعب، ودي حاجه كانت كويسه في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه يمكن انا كنت بشوفها في الكابتن حسام حسن، يعني انا كنت بقعد معاه كتير جدا، والكابتن ابراهيم كان على فكره لما بيلاقوا فروه طالع كان بيغله وصغير. يعني انا بكلمك بامانه يمكن دي حاجه حصلت ان هو عاوز يلعب مش عاوز يقعد، وكان كان بيقلق فبيتمرن زياده بيدوس زياده. الحاجه الثانيه يعني يمكن انا هو ساعدني كابتن حسام بس عشان نبقى متفقين. لا ما هو ساعدك الوحيد اللي ساعده وكنت ما هو ساعدك بس مش هتلعب لازم يلعب. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، يعني قعد فيليكس انا بحبه جدا الصراحه. كانت الفتره دي 2 فراوده لو تفتكر يا كابتن. كان فيليكس الطريقه لا الطريقه نفسها كشري وعلى ماهر وبتكلم على طريقه اللعب. كان 2 فراوده كان 2 فراوده عكس 5-3-2 عكس دلوقتي. يعني انت كنت بتلعب ديفندر واحد اللي هو هادي خشبه وتلعب هشام حنفي وياسر ريان او الكابتن اسامه عرابي. وهنا احنا بص واحنا بنتكلم كده تغيير طريقه اللعب فرقت. كان في ليبرو في اختيار اللاعبين دلوقتي كان في ليبرو لو كان في ليبرو بس في دلوقتي فرق في اوروبا رجعوا للخمسه تاني لو بشكل معين كده. ممكن بتبقى على فترات في المباراه او مثلا ممكن وانا معيش الكوره بتبقى طريقه وانا معايا الكوره بتبقى طريقه، انما الليبرو الصريح ده بيتهيألي
بيتهيألي انتهى يعني. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن فاروق ان كابتن حسام ساعدك، بس الطريقه كان لازم اتنين يلعبوا. وانت بصراحه كابتن فاروق يعني من اللعيبه اللي كانت بتريح اللي جنبه يعني. كابتن حسام الفروت دايما بيقولوا عليه طماع، فلو في فروت طماع لعب جنب كابتن حسام كانت بتبقى مشكله كبيره يعني. لا انا ما كنتش طماع. لا لا بصراحه في حاجه بجد انا مش عايز اقطعك، بس عايز اقول لك على حاجه. انت بتقول ثلاثه فروق، لا احنا كنا بنلعب بثلاثه فعلا، لكن كان محمد يوسف له دور بالظبط. ما هي وانا بس عشان بس الناس تفهم كان له دور مهم جدا في اللعب كواحد متقدم لفت متقدم. خلي بالك كان بيلعب، احنا كنا بنلعب ثلاثه، كنا مثلا بلعب انا وكمونه ويوسف، فيوسف كان ليه دور ان هو بيهاجم، كان كابتن اسامة عربي كان بيخش لجوه على اساس يفتح له. ممكن العكس حضرتك كابتن من الناحيه الثانيه. حاجه الثانيه كان كابتن ابراهيم حسن، يعني في اوقات كتير جدا الكابتن ابراهيم حسن كان بيتهاجم على طول، يعني بيهاجم على طول، فبالتالي ان انت كنت بتعمل عملية ترحيل، فانت كنت بتمسك. انا في اوقات الطرق اختلفت، وفي الاخر طبعا كمان اختيارات اللعيبه بشكل معين امكانياتهم بتختلف عن يعني بطريقه او اخرى يعني على حسب الطريقه. حاجه ثانيه اخيره فروق ان انت كنت بتلعب على المكسب. ايوه بالظبط، والاهلي بيلعب على المكسب دايما باستمرار. هطلع لفاصل وهرجع بقى اتكلم على كل ما يحدث في الكره المصريه، وطبعا منتخبنا الوطني اللي ان شاء الله اولى مبارياته امام انجولا يوم 1، والمعسكر الحالي بالنسبة دي اللاعبين بدون صلاح بدون النيني بدون طبعا اللاعبين في الدوري الإنجليزي. أطلع الفاصل ونكمل مع حضراتكم. أبرم النادي الأهلي وصيف بطولة الدوري المصري وحامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر موسمين 4 صفقات قوية خلال اليومين الماضيين. فأعلنت إدارة المارد الأحمر عن ضم 3 لاعبين يوم الخميس الماضي، وهم كريم فؤاد وبيرسيتا ولويس ميكيسوني، وبعدها أعلنت عن ضم اللاعب حسام حسن يوم الجمعة. وجت صفقات النادي الأهلي الأربعة بناء على قرار من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، واللي وعد بتشكيل فريق قوي للغاية للموسم المقبل من أجل الفوز بكل البطولات الممكنة بعد ضياع لقب الدوري المصري لمصلحة الزمالك وخسارة اللقب لأول مرة منذ 6 سنوات. وهيكون لصفقات النادي الأهلي الأربعة اللي مش هتكون الأخيرة في الميركاتو الصيف الجاري بعد الأحاديث عن ضم ثنائي بيراميدز المهدي سليمان وإبراهيم عادل ضحايا في القلعة الحمراء بقرار من بيتسو موسيماني. وبيعتبر الكونغولي والتر بوليا أول الراحلين عن النادي الأهلي في الأيام القليلة المقبلة، فهيتجه لمالاتياسبور التركي على سبيل الإعارة من أجل إفساح الطريق لقيد الثنائي الأجنبي الجديد لويس ميكيسوني وبيرسيتاو. وبعد والتر بوليا بيأتي الدور على النيجيري جونيور أجايي اللي اتفقت مع إدارة النادي الأهلي على فسخ عقده بالتراضي قبل نهايته في نهاية الموسم المقبل وحصوله على الراتب المتبقي في هذه السنة. وأيضاً رحيله جاء بسبب ضعف مستواه وقدوم الثنائي بيرسيتا ولويس ميكيسوني في القائمة الأجنبية للأحمر، وضم أيضاً حسام حسن. وهيغادر مروان محسن هجوم النادي الأهلي في الصيف الجاري بعد 5 سنوات بالقلعة الحمراء بعد قدوم حسام حسن كخيار هجوم تاني خلف محمد شريف هداف الدوري المصري برصيد 21 هدف. وأيضاً ناصر ماهر مش هيستمر في النادي الأهلي بقرار من بيتسو موسيماني لعدم قناعته بمستواه، وقدرة بيرسيتا ولويس ميكيسوني على لعب نفس دوره كصانع ألعاب أيضاً رغم أنهم بيفضلوا اللعب في الجناحين سواء الأيمن أو الأيسر. في شك النادي الاهلي وصفقاته الجديده، اكيد جماهير الاهلي فرحانه بالشكل اللي ظهر بيه الصفقات، لان طبعا كان في تشويق وحاجات جميله جدا النادي الاهلي عاملها بالنسبه لصفقاته الجديده، ومش هتكون اخر صفقه بالنسبه لاخر صفقه اللي هي حسام حسن. اكيد النادي الاهلي بيستعد كمان في الفتره القادمه لاظهار صفقات اخرى بالنسبه له هذا الموسم. هروح للكباتن واسالهم ما دام احنا بنتكلم على النقطه دي ونقطه الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن مدهب هبتدي بيك، والاختيارات نفسها والحاجه نفسها بالنسبه للنادي الاهلي في المراكز اللي تم اختيار اللاعبين دي، وبالتالي الاسماء بالنسبه ل يعني موسيماني وهو اللي طلب الاسماء دي وهو اللي كان موافق بالشكل ده ومردودها على الفريق في الفتره القادمه. خليني اقول لك هي صفقات قويه جدا يا فاروق، يمكن النادي الاهلي كان محتاجها بشكل كبير الموسم ده بالذات، لان بعد رحيل رمضان صبحي ورحيل بعض اللاعبين، فانت في لعيبه ممكن ما قدرتش تحجز مكانها ومستواها يبقى ثابت او يبقى تدي المردود اللي النادي الاهلي كان يعمله في الفتره اللي فاتت.
ان كان طار محمد طار او كهربا او حسين الشحات، فانت كنت فعلا محتاج الصفقات دي. عندك كريم فؤاد من اللعيبه كويسه جدا، ان انت كنت محتاج ان يكون حد بكرايت مع محمد هاني في الحته ديت، لان انت بتستفاد بواحد زي اكرم توفيق. خلاص هو بقى اكرم توفيق، لا اكرم توفيق انت محتاجه ديفندر الفتره الجايه، لعيب صغير ولعيب بيجري كتير ولعيب بيدافع بشكل كويس جدا، فانت محتاجه في الحته ديفندر. فانت النهارده يكون عندك اعمار سنيه بتنزل بيها في الفترة اللي جاية من سكون. الحاجة التانية ان انت عندك حسام حسن من الفرق ده كويسين جدا ومحطة، واحنا ممكن قلنا كتير جدا ان انت لما محمد شريف بيغيب ما بتلاقيش حد يبقى بديل، سواء مروان محسن او صلاح محسن او ولتر بوليا لما جه. فانت محتاج فعلا، انا كنت اتمنى ان يكون في حد في الدفاع في السرد بكاتة فاروق في النادي الاهلي. ان انت على فكرة انا بقولك لسه انا بقول لك لازم يعني. لان انت عندك الفتره اللي جايه كان عندك مشكله، والنادي الاهلي في طول تاريخه ما كان يعني او ما دخلش فيه كميه الاهداف اللي دخلت الفتره اللي فاتت. فانت كنت محتاج فعلا في الحته اللي ورا ان انت يكون عندك سردباك كويس جدا بيمسك، لان انت ايمن اشرف برضو بيأديها كويس جدا وعمل موسم هايل او فترات هايله كتير جدا، لكن انت كنت فعلا محتاج سردباك مع بدر بنون في الحته دي، حد بيراقب حد بيمسك، لان انت محتاجها فعلا في الحته دي. فاكيد الصفقات هتدي مردود كويس جدا للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه ان النادي الاهلي طول عمره فاروق بيبص على قدام، ما بيبصش ان هو بيحتاج اللعيبه، لان انت داخل ببطولات بتديله سنين قدام. طبعا، لان انت بتديله لعيبه هتفيد النادي الاهلي بشكل كويس جدا، لعيبه كويسه، ان انت داخل كمان على بطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله كاس العالم. فالنادي الاهلي عنده طموحاته، او طموحاته ما بتخلصش عند دوري العام او كاس مصر او فانت محتاج ان انت كمان او سقف الطموحات عالي، ان انت بتنافس على بطوله كاس العالم، ودي مش غلط. على فكره هو في مشروع، وده انا بقوله لك معلومه عندي، ما بين كابتن خطيب وموسيماني، في ان انت بتدعم بشكل قوي طبعا عشان كاس العالم الانديه تقدر تتعامل بشكل افضل. خلي بالك انت بتوصل لنقطه معينه لازم تعلى، ما طبعا المركز الثالث كابتن جوده كابتن لازم الفتره اللي جايه تعلى، وانت وصلت لكاس العالم الانديه، فبالتالي انت عايز تبقى تاني اول، ايه المشكله؟ وده اعتقد ده المشروع اللي بقولك ده مشروع وده هدف، والاهلي بيتمنى او بيسعى ليه ان انت عندك صفقات تحقق لك الهدف ده او تحقق المرجو منه. طيب كابتن جوده، برضو رايك في الصفقات دي، وفي نفس الوقت انت هتستغنى عن بعض اللاعبين، يعني احنا اتكلمنا مثلا عن مروان ممكن ما يبقاش موجود نتيجه طبعا الفتره اللي فاتت، وواليا مش هيبقى موجود، اجي مش موجود، في بعض اللاعبين اللي ممكن ما نبقاش بنشوفهم في النادي الاهلي مره تانية. هل عندك حد ممكن يكون بالنسبه للراحلين رايك ان هم ما يقدرش او ما يكملش مع النادي الاهلي؟ لا، هو في البدايه طبعا يا كابتن فاروق، انا كاهلاوي بجد بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي شكر كبير جدا، موفر كل حاجه، والرياحيه في شراء اللعيبه دي جايه من حاجات كتير جدا يا كابتن فاروق. انت حضرتك كسبان 2 دوري ابطال افريقيا، صحيح 2 دوري ابطال افريقيا، اللي بيحصل على دوري ابطال افريقيا بيحصل على 2.5 مليون دولار و2.5 مليون دولار، لان حصلت عليها مرتين، ادي خمسة. وتقريبا برضو من ستوك سيتي رمضان تقريبا خدنا 3.5 مليون. ففي قصدي في فلوس حلو، في عائد كويس جدا. عائد كويس جدا. النادي الاهلي حاصل على حوالي 10 مليون دولار او 11 مليون دولار من كاس عالم انديه، انت خدت فلوس وكاس عالم انديه والسوبر الافريقي. فاعتقد في اريحيه كبيره جدا لما يبقى دخلك مثلا حوالي 12 مليون 11 مليون وتعمل صفقات ب 3 مليون دولار، ده دي ولا حاجه. فالموضوع ده عامل اريحيه شديده جدا في التفاوض مع اي لاعب، تمام، مع اي لاعب. فدي نقطه، دي نقطه بنحيي عليها مجلس اداره النادي الاهلي. بتفق تماما طبعا مع كابتن محمود ابو الدهب ان احنا دعمنا في الناحيه الهجوميه كويس جدا جدا باسماء كبيره ولاعيبه كبيره، سواء ميكسوني او تاو او حسام حسن. ولكن عايز اقول لحضرتك يا فاروق، النادي الاهلي دخل اهداف في السنه دي تقريبا 29 هدف ما حصلتش على مدار التاريخ من اول ما اتعمل الدوري العام. يعني عند الحته دي كابتن، كنت كابتن موجود طبعا، هل هي فكره ان قصور عند النادي الاهلي في دفاع النادي الاهلي، ولا الفرق الثانيه ما بقتش تخاف تشتغل بشكل هجومي؟ والله هي مجموعه عوامل يا كابتن فاروق، بس انا اعتقد من وجهه نظري برضو عامل المدرب مهم جدا جدا. لان العناصر الموجوده اكيد مش هنختلف عليها، اكيد مش هنختلف على بدر بنون، اكيد مش هنختلف على ايمن اشرف، اكيد مش هنختلف على ياسر ابراهيم، ولكن يعني دور المدرب او دور حتى الجهاز الفني كله معالجه الاخطاء الدائمه. يعني بقول لحضرتك اكتر عدد اهداف دخل في النادي الاهلي تقريبا كان موسم 2010 2011 كان 27 هدف. الموسم ده 29 هدف، يعني حاجه ما حصلتش من اول ما الدوري بدا. صحيح.
في ظل كل البطولات دي وظل يعني عايز اقول لحضرتك الانجازات اللي حصلت، لان الجهاز الفني ومجلس الاداره نجح تقريبا دخل 6 بطولات خد 5 فنجح بنسبه تقريبا 85%، فده نجاح كبير. ولكن يجي الكسور في النواحي الدفاعيه وان يدخل اكبر عدد اهداف في النادي الاهلي في موسم زي ده صحيح. فدي علامه استفهام ولازم تصلحها من كل حاجه، سواء جهاز فني سواء من اللعيبه سواء زي ما بقول لحضرتك. ولكن خلينا نقول يعني ان برضو ليا برضو نقطه، ان لازم بديل كفء لعلي معلول. علي معلول من اللعيبه المؤثره جدا 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 في الدوري، وتقريبا من قعد 4 شهور مصاب بعد مباراه بايرن ميونخ صحيح، عمل تاثير كبير جدا. فاعتقد ان القايمه لما تبقى 25 او 30 ولعيب المفروض ان قايمه النادي الاهلي كلها لعيبه كويسه، اما لعيب يغيب لازم البديل يعوض. دي برضو احد يعني اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، حتى احد كمان قفشه يا كابتن جول، قفشه يمكن عوضنا شويه يعني، ممكن اللعيبه الافارقه دي برضو ممكن تعوض شويه، لان الموسم ده عشان برضو لسه بس كلام كابتن محمود قفشه طبعا بيأثر. لكن هل الاثنين اللي جم اللي بالك الاثنين سواء بيرستو طبعا لعيب كويس قوي قوي قوي، لكن جوه الملعب لما يبتدي هنا تبان بقى فكره هل اللعيب ده يقدر يعوض قفشه ولا لا. هي في نقطه خلي بالك، احنا عارفين خلي بالك كلاعب كوره وضع الافارقه لما بيجي، وحتى لو هو لعيب كبير جدا انت ممكن تريح بطريقه اللعب بالاثنين اللي جم دول. انت ممكن تلعب 4-4-2، يبقى يعني اكيد هتلعب 4-2 لان الاثنين مهاريين ممكن طيب. يعملوا انا عايز كابتن جوده يكمل في الحته دي كابتن. لا وعايز اقول لحضرتك حاجه كابتن، برضو محمود بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ان يعني هنقول قفشه تقريبا ما اتصابش ولكن اجهد بصوره كبيره جدا صح. عايز اقول لحضرتك كابتن فاروق ان من اغسطس 2020 لاغسطس اللي احنا فيه 2021، عارف حضرتك لعيبه النادي الاهلي لعبت كام مباراه؟ تقريبا 90 مباراه كابتن، حاجه ما حصلتش في العالم كله. يعني انا وانا قاعد كده وانا بقول اسباب يعني خساره النادي الاهلي للدوري لازم انا ابقى عارف الكلام ده، لان مستر موسيماني طلع قال تصريحات غريبه جدا بصراحه. انا خلاص مش عاجبك التصريحات؟ لا بيقول انا فهمت الدوري المصري، اوعدكم ان انا متأخر. يعني ايه فهمت الدوري؟ لا مفيش حاجه اسمها كده يا كابتن فاروق. الدوري المصري زي اي دوري في العالم، هتحصد اكبر عدد من النقاط هتفوز بالدوري. يعني ايه فهم الدوري؟ انت عندك والمشكله دي ممكن تتكرر تاني يا كابتن فاروق. ان انت يعني عايز اقول لحضرتك من اغسطس اللي فات كان باقي 18 مباراه من الموسم اللي فات لو حضرتك تفتكر بعد كورونا صحيح. زائد مثلا 34 مباراه للدوري ده زائد 13 مباراه في افريقيا زائد كاس العالم زائد عندك ست لعيبه في المنتخب لا في المنتخب الاول وفي برضه كملوا في المنتخب الاولمبي يعني حوالي 90 مباراه. فدي ما حصلتش في تاريخ الكوره تماما ان في سنه يتلعب حوالي 90 مباراه. فده كان دور برضو المدير الفني ان يعمل عمليه الروتيشن وان يعمل، لان لو ما عملش كده الموسم ده لان ممكن الموسم ده تتكرر نفس العدد البطولات حقيقي. طيب بالاضاءه انت عايز تضيف حاجه؟ لا 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 طيب انتوا دلوقتي احنا بنتكلم على شكل الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، زي ما بقول لك لسه القوس مفتوحه كابتن نوجوده. تشكيل النادي الاهلي السنه الجايه ممكن يبقى عامل ازاي؟ هل ممكن مثلا ما نشوفش لعيبه كانت لعيبه اساسيه ممكن يبقوا بره خالص مثلا بعد وجود ميكيسوني وموجود بيرستا؟ ممكن ما نلاقيش مثلا كهربا، ما نلاقيش حد من اللعيبه دي، ممكن ما نلاقيش مثلا على الجانب الاخر محمد هاني بعد وجود كريم فؤاد هيبقى اكرم توفيق ومثلا وكريم فؤاد. عايزكم تحطوا لي تشكيله والاحتياطي بتاعها بالنسبه ليه فريق النادي الاهلي السنه الجايه. صعب يا فاروق، انا خلي بالك الصفقات دي على اساس الاحتياطي. لا الصفقات دي هتعمل الصفقات دي هتدي منافسه قويه بين اللعيبه، يعني هتثبت اللعيبه الاقدر هيلعب والاحسن هيلعب. أكيد ده اللي احنا اتعلمناه في النادي الاهلي. على فكره محمد هاني ممكن كريم فؤاد اكيد الاثنين هيدوسوا والاحسن هيلعب، لكن الاثنين الاجانب مش اللعيب اللي احنا متعودين كابتن اللعيب اللي بيجي لا بيجي فرصه ان هو يلعب وياخد الفرصه زي ما شفنا بواليا كده في ماتش اول ما جه لازم يلعب. لا ما مش لازم انت في الجونه كان متالق، لكن هو الراجل لما جه لعب كان فؤاد متالق مع ام بي مثلا. انت النهارده لكن خلي بالك ما دي تبقى في مصلحه النادي الاهلي يعني مصلحه الفريق النهارده اكيد لان انت كمان لان زي ما الجوده دلوقتي ان انت النادي الاهلي عانى حتى لما حد بيغيب لان كان في سوء مستوى كمان يعني ضيف على كده ان انت كنت في ضغط مباريات لكن في نفس الوقت. طب حط لي تشكيل برضه. لا ما انا بقول لك طريقه اللعب طريقه اللعب لا هيلعب 4-4-2. انت من وجهه نظرك هيشتغل بالنقطه ما انت النهارده حسام يعني انت النهارده هتقعد محمد شريف متالق وهداف الدوري وعامل شغل كويس جدا وحسام حسن انت جايبه كفره كانت راس حربه كويس وانت اهو في نفس الموضوع انا لو هو ده افضل هو اللي يلعب ده افضل لا ما انت خلاص انت الحته اللي قدام دي
لا انت مش محتاج حد، لا انت هتكسر الدنيا، لكن انت في محتاج بقى في الحته اللي ورا يكون في تركيز. يعني انت النهارده في قصور، في قصور، في عدم تركيز، في عدم ان انت ما بتركزش. هل بدر بنون لان خلي بالك انا كلاعب يا فاروق احنا لعيبه بدر بنون اقنعك؟ يعني بدر بنون اقنعني في البدايه كويس، لكن هي كان عنده مشاكل شويه ان هو ما بيقابلش ما بيقطعش، لكن هو كان ايمن اشرف بيمسك، وده اللي انا كنت يعني من يعني بدر بنون ان رامي ربيعه افضل او ياسر ابراهيم فين في الحته دي؟ لا بدر بنون مع ايمن اشرف الاثنين كانوا عاملينها كويس قوي وكانوا متالقين، لان خلي بالك كان النهارده كان بدر بنون كان عامل كفر اللي تحت ان هو ما بيمسكش، لكن بيمسك ايمن اشرف وكان بيعملها كويس حتى في الماتشات الافريقيه وفي الدوري، وكان وكان على فكره منسجمين بشكل كبير جدا. فبالتالي انت عندك الحته اللي ورا دي يا فاروق النهارده يمكن لازم يكون عندنا تركيز، ولازم يكون اللعيبه عنيها ان انت دايما النادي الاهلي في حته بيبقى حاطط الفرق تحت ضغط، فبالتالي انت اكيد هيبقى في هجمات مرتده عليك. يعني انت النهارده لو انت بتقول نقطه مهمه جدا دي، انت النهارده بتقول ان انا ان اللعيبه الفرقه اتجرأت، لا ما اتجرأتش، انت دايما محطوط في ضغط. انا عارف بقول ليه كده، لان حتى الزمالك برضه دخل فيه عدد، لا بس خلي بالك لعيبه الزمالك يعني دفاع الزمالك عامل شغل كويس. ليه يعني في ناس ليه ليه مش ورا المدافعين دفاع النادي الزمالك كويس في افريقيا كلها؟ مين الشناوي انت؟ انت متخيل لو مش موجود الشناوي؟ وبعدين النقطه اللي بتكلم عليها كابتن ابو الذهب دي مهمه جدا، التمركز الدفاعي وانا معايا الكوره، مش حضرتك تقصد كده؟ لا وفي حاجه كمان عشان الهجمات المرتده، في كمان حاجه جودة ان انت بيبقى في جاب كبير جدا في بعض الماتشات بين نص الملعب والديفنس والفراوده. نادي الزمالك لو انت بتفتكر انت بتقول دفاع نادي الزمالك كويس ليه؟ عشان عندهم ديفندر بس دخل في 21 هدف، انا بكلمك في عدد اهداف 8 هدف، ما انت الطبيعي ان هيخش جوان، لكن مش بالعدد ده. في اخطاء، واخطاء بتبقى متكرره يا فاروق، في اخطاء في الكره العرضيه كبطل ما يخشش عدد الاهداف. انت بتقول هتعالجها ازاي؟ عشان تعالجها لازم في تخصص، تدريبات تخصصيه للمدربين. النهارده في على فكره يمكن انا بتفرج وانا قاعد ان انت بتتفرج في حاجه، في اخطاء بتحصل حتى كمان في القرانن او في الاوفرات او في الاوفر، ان النهارده في ناس بتبقى واقفه غلط، يعني بتبقى باصه على الكره بس ما بتبصش على الكره والخصم، بالتالي ده الطبيعي. لكن انت النهارده كل السردباكات مصر حتى في منتخب مصر يا فاروق بتتفرج على الكوره، بتتفرج على الكوره حتى مش شايفه ظهرها. احنا كنا زمان كمان كنا بنقول خلي بالك من ظهرك، يعني انت بص يعني اللعيب بيبقى باصص بطرف عينه كده، لازم ظهري الجون، يعني الجون لازم ظهري الجون، لكن في لعيبه كتير بتقف، لكن انت اللي هو ده ان انت محتاجه الفتره الجايه. لكن انا بقول لك موسيماني الفتره الجايه لا هيلعب ب 4 4 2، لان انت اللعيبه اللي انت جايبها اكيد هتلعب واكيد هتبقى لها دور كبير جدا، وده هتخلق منافسه. يعني النهارده في النادي الاهلي هتخلق منافسه كبيره. انا مش شايف ان موسيماني عنده وقت اصلا يحفظ. لا يا راجل انا ان انت داخل على كاس مصر ثم البطوله بتتدوري الجديده، اختلف تماما طبعا مع كابتن. طيب الطريقه بس بختلف بس مع كابتن ده في نقطه مهمه جدا. ما بتتكلم 4-2-3-1 لازم 4-2-3-1 برضه من اسباب خساره الدوري يا كابتن فاروق، ان مستر موسيماني غير طريقه اللعب في اوقات مهمه جدا ومباريات حاسمه. يعني لعب 4-3-3 لو تفتكر يا كابتن. لا طبعا دي ما نجحتش خالص يا كابتن، ما نجحتش خالص. ما انا بقول لحضرتك دي من اسباب خساره الدوري. انسب طريقه للنادي الاهلي وفي وجود كمان حمدي فتحي وعمرو السولية او ديانج 4-2-3-1، لان انت مش هتقدر تستغنى عن لعيب زي قفشه. في لو لعبت 4-4-2 هتلاعب قفشه فين يا كابتن؟ فاعتقد انسب طريقه لازم يكمل بيها 4-2-3-1 فاروق خلي بالك يا جوده، ما انت طبعا اختلاف يا كابتن يا حبيبي. لا انا بكلمك بالظبط. لا انا برافو عليك، لا ده كلام محترم، لكن انت النادي الاهلي كبير، انت مش محتاج ان انت تلعب بتنادي فندر، انا محتاج ان انا اكسب، محتاج ان انا احط الفرقه يا كابتن فاروق مختلفه في الحاله الهجوميه. بس 4-4-2 دي ما هي 2 ديفندر يا انت هو انت قفشه ما يعملها لكش النهارده؟ لو انت قلت حمدي فتحي قفشة هو اللي يا حبيبي ما جنب واحد يا فاروق يا جودة، انت ممكن تقول لي في نص ملعب معلش انت النهارده بهادي خشبه كان بيلعب ايه؟ ديفندر. طب مين اللي كان بيلعب قدامه؟ يا وليد صلاح الدين رضا بعال تمام يا كابتن، يا عم ابلي ميكرو كان بيقضيها كويس قدامه وبيعملها بيبقى قدامه، ما ده اللي بنقوله. بس احنا كنا بنقول لهادي خشبه إيه؟ انت في الحته دي ما تتحركش، انت النهارده عندك لعيبه ممكن تعملها لك، عندك حمدي فتحي يعملها لك، اكرم توفيق يعملها لك، والسلية يعملها لك. هو كابتن يعني برضه كابتن وعندك انت بتدافع بكام يا فاروق؟ انت بتدافع باربعه ورا، انت عندك اربعه ورا، عندك اثنين ديفندر
عندك ديفندر وعندك اتنين سنتر باكات وطرف من الطرفين. خلي بالك كابتن، اتنين فراوده دي برضو الاتنين فراوده بيبقى ظهرهم للجون دايما يا كابتن، ودلوقتي الاعتماد على الاهداف يا كابتن، الاعتماد على الاهداف من اللي جايين من اللي جايين من الخلف. لو وقفت اتنين فراوده يا كابتن هتبقى سهله جدا وهتقفل هتقفل مساحات كبيره جدا. انت بتتكلم على فرق الدوري، لما بتلعب فرق الدوري انت فرق الدوري جامد جدا. بناء على الصفقات اللي جت انت بتتكلم على الصفقات، ولا انت امنيتك ان النادي الاهلي يلعب؟ لا هو طبعا كابتن ابو داب بيتكلم ان شريف لازم يلعب وحسام حق تقريبا صح. انت النهارده استفاد منهم النهارده يا فاروق. بص طول عمر النادي الاهلي كان بيلعب حسام حسن وفيليكس، وبعد كده عماد متعب وفاروق و... طبعا فتره لسه كنا بنتكلم احمد بلال، وبعد كده جه لعيبه هي ودي اللي انا بقى اللي انا بشوفه ان انت تحط الفرق دي دايما تحت ضغط. انت عندك لعيبه كويسه، عندك حسام حسن ده محطه كويسه، شريف بيجي ممكن يعملها من ناحيه ما هو بيلعب طرف، وقبل كده لما كان بيلعب في انبي. تعتمد انت كمان من في كلامك كابتن ان انت الفرق الاخرى بتنزل بتعمل زون يعني اكثر. ما انا بقول لك يعني ما انت الفرق اللي جايه يعني مش عايز اقول مع احترامي ليها طبعا، هي الفرقه جايه عارفه ان هي بتلعب النادي الاهلي وهم مغلوبه. طيب رايك كابتن جوده، وهل ممكن يبقى في تشكيل مختلف في بدايات النادي الاهلي الموسم اللي جاي من حيث اللعيبه اللي جت، ويبقى في بعض اللاعبين انا بقول من وجهه نظري ممكن ما نلاقيهمش خالص في الفتره اللي جايه؟ ده سكواد كبير والنادي الاهلي بقى طبعا. من خلال التدعيمات دي حاجه هتريحه كتير زي ما قال كابتن جوده زي ما انت قلت، لكن في بعض اللاعبين ممكن يبقوا بره المنظومه نفسها او الشكل خالص، ممكن نشوفهم كل فتره يعني. بس يا كابتن برضو يعني انا برضو كراجل اهلاوي بتمنى التوفيق للعيبه اللي جايه دي أكيد. لان ده عنصر مهم جدا. صحيح. مش كل لعيب كويس هيجي يا كابتن ممكن يتالق مع النادي ده. احنا بنتكلم على حسام حسن لعيب كبير، انا ما اقدرش بتمنى له التوفيق من كل قلبي، ممكن ما يقدرش يشيل فانيله النادي الاهلي. وعندك الامثله يعني لو حضرتك عايزني اذكر لك امثله كتير جدا اتخلقوا عليها الاهلي او الزمالك او اي مش اهلي وزمالك بس، في العالم كله يا كابتن. صح. حته التوفيق دي مهمه جدا. نفس الكلام اللعيبه الافارقه ممكن ياخد وقت كبير جدا عشان يتاقلم. فانت دلوقتي يعني حضرتك بتقول لي ممكن الدوري يبدا كمان اسبوعين، دي برضو مشكله كبيره جدا، لان انت لسه عايز تعمل فتره اعداد، عايز تعمل فتره انسجام. لو الدوري بدا بالصوره دي اعتقد ما فيش لعيب من الجداد دول يقدر يدخل على طول كده كابتن ابو دهب، فلازم ياخد وقت. ف يعني الميزه ان انت يبقى عندك زي ما قلت سكواد كبير، ان كل واحد هيقاتل على مكانه، وده بتكون حاجه ميزه كويسه جدا لصالح المدرب. ان بيبقى عنده اكتر من لاعب في مركز واحد، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك ممكن يتكرر الموسم اللي فات الموسم ده. ممكن النادي الاهلي يلعب بقول لحضرتك 90 مباراه، احنا داخلين كمان على تصفيات برضو، تصفيات كاس عالم برضو، في عدد كبير جدا، بطوله امم افريقيه، بطوله امم افريقيه، وفي البطوله العربيه. يعني في حاجات العربيه دلوقتي ب 6 مليون دولار ده بالظبط يعني في لا ده كمان في حاجات بتزيد. فاعتقد ان المجموعه الكبيره جدا دي ما فيش حد زي ما حضرتك بتقول هيختفي. لازم المدرب يعمل يشتغل من النهارده، يشتغل من النهارده على الكلام ده، يشوف ايه اسباب خساره الدوري. انت نجحت بنسبه 95%. انا مش عايز اقول لحضرتك انا واحد من الناس، انا اللي يزعل مني يزعل، انا كنت مستني صفقه مدرب. يعني انا كنت مستني بعد عايز يتغير. انا بقول لحضرتك كده يعني انا بقول لحضرتك رايي، ورايي ده رايي يعني انا فنياً. هقوله فنيا كاهلاوي برضه يعني. وكاهلاوي على فكره مش كل الاهلاويين بيبقوا متفقين على مثلا مدير فني ده النهارده. كل الدعم ليه ما عنديش مشكله، كل الدعم ليه، ولكن انا اقعد هنا اقول رايي. انا بقول لحضرتك انا واحد كنت منتظر صفقه مدرب. صفقه مدرب مع الصفقات المحترمه الكبيره دي، لان برضو انا يعني اكيد كابتن محمود. طب عجبك موسيماني في تبريره لخساره الدوري يا كابتن؟ لا طبعا خالص، ده واحد بيقول انا اسف وبعتذر وانا فهمت الدوري المصري. يعني ايه فهمت الدوري المصري؟ انا يعني انا دي كلمه مش يعني اي دوري في العالم يا كابتن فاروق زي ما قلت لحضرتك. صح. الحصول او حظ اكبر عدد من النقاط اسباب خساره الدوري. لا انا قلت لحضرتك يعني الاجهاد الشديد جدا، اتكلمنا في سوء الحاله الدفاعيه اللي على مدار التاريخ. شوف حضرتك قبلينا لعبوا قد ايه واحنا لعبنا، يجي جيل عظيم زي ده يدخل فيه 29 جول يا كابتن فاروق. ما حصلتش من الدوري بدا سنه 48 ما حصلتش. انا كمدرب لازم اعالج الاخطاء دي، في اخطاء متكرره كتيره جدا جدا جدا. زي ما بقول لحضرتك برضو البديل برضو ما كانش قد يعني ما كانش على مستوى اللعيب الاساسي، ودي حاجه برضو بترجع للمدرب، لان لازم اخلق دوافع ولازم. صح. اعمل مباريات وديه، لازم كله يبقى جاهز، وخصوصا انا واحد بشارك في 6 بطولات. 6 بطولات ده عدد كبير جدا جدا بخلاف المنتخب، يعني بخلاف المنتخبات، ان انا اغلب لعيبتي من المنتخبات. النادي الاهلي من اسباب برضو خساره الدوري، احنا طول عمرنا كابتن فاروق نقول الاهلي ما بيخسرش نقاط في المباريات الحاسمه والاخيره.
لو تفتكر حتى لما بيكون الفرق كبير جدا مع نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي، الاهلي النادي الزمالك عمل السنه دي زي ما بقول لحضرتك اسباب خساره الاهلي هي اسباب فوز الزمالك. اسباب خساره الاهلي ان عدم حسم نقاط المباريات الحاسمه. الزمالك عملها، الزمالك عمل 8 فوز. الاهلي اتعادل مع الاسماعيلي، اتعادل مع بيراميدز، خسر مباريات كتير جدا. هزود حاجه برده من عندي، حاجه زي ما بنقول مع وجود الفار المفروض ما تبقاش فيه الاخطاء التحكيميه الكبيره دي. الاخطاء التحكيميه الكبيره دي كلها كانت المفروض الاخطاء دي انا استفيد منها كاهلي، كابتن محمود يستفيد منها، الزمالك يستفيد، كلها تقريبا كانت ضد الاهلي. فدي برضو انا ايه رايكم في فكره استخدام حكام اجانب الموسم الجاي ويبقى ده موجود؟ كان الاتحاد الكره رافض. انا اعتقد وحسب امكانيات النادي، لو انا كنادي عايز ده كان يعني انت معايا كابتن، المفروض تبقى مسموحه يعني، المفروض تبقى مسموحه. لا كل واحد حر مسموح بالظبط، المفروض الزمالك والاهلي المصري اي حد، لان خلي بالك اثبتت ان في اخطاء بتبقى كبيره جدا من التحكيم وعلى علامات استفهام يا فاروق، وده النادي كل واحد عاوز حقه. لان انا خلي بالك الفار كمان بتروح على المزاج ده كابتن، يعني في ماتشات كتير جدا مره قعدنا 6 دقايق يا كابتن، يعني النهارده خلي بالك انت النهارده حتى الجون اللي انت بتحسبه انت مستني الفار لما يديك يقول لك جون خلاص. انت كحكم انت القاضي، انت اللي شايف. استنى لما الحكم ممكن الفار يرجعك، لكن انت بتستنى لما الفار بياكد لك عليها، فدي مشكله كبيره جدا حصلت في ماتشات. طيب خليني اخدكم بقى لموقف خاص بما حدث في مباراه الزمالك وبنك الاهلي وتسليم درع الدوري والقرار الخاص بشيكابالا النهارده من اتحاد الكوره. رايك في القرار يا كابتن، رايك في الواقعه نفسها؟ لا خليني اقول لك في البدايه فاروق، يمكن شيكابالا دايما احنا بنشيد بيه دايما، كلاعب كوره هايل ولاعيب كبير جدا وكان ليه دور كبير جدا في اصول نادي الزمالك كقائد للفريق وكابتن للفريق، لكن اللي اتعمل ده ما يصحش النهارده ما يحصلش. ده رئيس الاتحاد، لو ما كانش النهارده خد، لو احمد مجاد ما كانش خد قرار كان او زمام الامور كان فلت، يعني كان اي حد اي لعيب ممكن يعمل اي مشكله كبيره جدا. على فكره عايز اقول لك على حاجه، يمكن احمد مجاد كان رحيم جدا بشيكابالا، شايف القرار ده طبعا رحيم بشيكابالا، طبعا رحيم جدا بشيكابالا، فدي مشكله كبيره، لان الراجل النهارده عشان تخرج النهارده عشان تتكلم مع رئيس اتحاد الكوره، هو راجل ملوش تدريب، انت راجل جاي تسلم الدرع، سلم الدرع وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. لكن انت في مجلس اداره او في لجنه مؤقته بقياده الكابتن حسين لبيب، ده كان هو اللي يبقى موجود، هو اللي كان يتكلم. انت كقائد الفرقه او كابتن الفرقه ما يديكش الحق ان انت تكلم رئيس الاتحاد بالمنظر ده او بالاسلوب ده. هو اصلا كابتن برضو كابتن احمد مجاد بيتكلم ليه شيكابالا؟ يعني برضو انا برضو لا حسابه مشي على فكره، خلينا بس عشان يعني انا مش بدافع، انا مش بدافع انا ولا فاروق. يعني انا احنا بنتكلم بنحلل الفيديو، خلي بالك خلينا فاروق خلينا بس اتكلم، خلي بالك خلينا برضه يعني نكمل، لان انا اقول لك على حاجه، خلي بالك انا كمان ده يوم النادي الزمالك صحيح، هو ده يوم فرحتهم ومن حقهم يفرحوا بالمنظر بالشكل اللي هم عايزينه، لكن ما يصحش اللي شيكابالا عمل رئيس الاتحاد، لان انت في شركه رائعه في امن والتنظيم كان سيء، الملعب يعني كان يعني مش عايز اقول هيصه او حزب، لكن بامانه انا ما شفتش كده. المفروض بيبقى فيها موجوده في تتويج، يبقى انت متفق هيحصل ايه، واحد اثنين ثلاثة وانت عارف ان انت هتسلم الدرع في اليوم ده. في شركه راعيه، في امن، في مجلس اداره، اللجنه المؤقته اللي في نادي الزمالك بقياده ناس محترمه، لكن كان كل ده كنت لازم تنسق معاهم، فبالتالي هو ده كان غلط كبير جدا يعني. طيب كابتن مودة رايك في الواقع برضه؟ يعني برضه يا كابتن والعقوبه يعني بص زي ما انا قلت لحضرتك كابتن برضه، يعني هو مش عيب ان الواحد يخطا، انما العيب ان انا اكرر الخطا، ودي مش اول مره من شيكابالا بصراحه. يعني يمكن انا عايز اقول لحضرتك، هي العقوبه دي على المباراه دي ولا المباراه اللي قبليها؟ لان انت حضرتك شفت الفيديو بتاع المباراه اللي قبليها ولا ما شفتوش؟ اللي هو في اللي هو المباراه اللي قبليها الزمالك توج رسميا سيراميكا قصدك؟ ماتش البنك الاهلي؟ لا اللي قبليها الانتاج الحربي، كان الانتاج الحربي اللي قبليها توج رسميا. انا مش بتكلم على تسليم الدرع، بتكلم على هو فاروق وجود قصده يقول لك ان انت احتفل بالطريقه اللي انت عايزك لك بدون تجريح في المنافس او تتكلم على تتكلم على نقطه الفيديو الخاص بالتجريح الفيديو. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا عملت غلطه واتحاد الكوره يعني عمل ان هو مش واخد باله وعمل ان هو مش سامع وعدت فسبحان الله. فجت في رئيس مع ان المفروض رئيس الاتحاد ده كابتن طبعا لا ينزل كمان اخر واحد صح يا كابتن فاروق، يعني خلاص ينزل على تسليم الدرع، ينزل على انا يعني برضو مكان وجوده برضو حاجه غريبه جدا. وانا برضو كابتن فاروق انا كراجل مسؤول اول عن الـ انا اصلا ما اعرفش مين اللجنه السوريه، انا ما اعرفش غير المهندس احمد مجاد،
انا بجد والله يعني يعني برضو حته الوان مان شو دي هو مين اللي معاه بعد كده هو مين اللي يعني واحنا برضو هو قاعدين ومتابعين كويس جدا للرياضه مش عارفين مين اللي معاه فحته الوان مان شو دي برضو صعبه جدا احنا بنشوف يعني كابتن محمود الخطيب ما بنشوفوش يعني ما بنشوفوش بيتصور مع لعيبه يا كابتن كل واحد ليه كل واحد ليه دور انت رئيس الاتحاد مفروض بتنزل اخر واحد ان انت بتسلم الدرع دي حاجه كابتن يعني معروفه في العالم كله مكان هو كان نازل بيستعد يا كابتن جوده يعني ده هيستعد لايه يا كابتن يعني ده هيستعد لايه ما مفيش تنظيم يا فاروق يعني بص جوده قصده ان انت تجهز كل حاجه انا كرئيس اتحاد انزل على تسليم الدرع وبعدين بص يا فاروق لا خلي بالك هو شيكابالا برضه عشان نبقى منصفين لازم تتعامل لا لا في حاجه ما انا بقول لك في منصفين انت عشان منصفين انت سلم الدرع وكل اللعيبه باسرهم طيب. باولادهم بزوجاتهم يعملوا لهم عايزين بعد التسليم هو بعد التسليم هو دي نقطه الخلاف هو خلي بالك بس هو زعل شيكابالا ايه ان اللعيبه كانت بتنادي عليه من بره كان عبد الله جمعه مش عايزين بقى في اداريين كانت شيكابالا هو ده شغل الاداريين بلغ صح مظبوط يا كابتن مدير كور او ايا كان المسؤول في الوقت ده اداري مش كمان هو اللي يروح بنفسه لكن في النهايه فاروق يصطدم كمان كابتن احمد مجاهد وكابتن احمد مجاهد المفروض اصلا ما يتكلمش مع شيكابالا في الحته دي هرجع لك النقطه دي كابتن بقول لك خلينا نطلع الفاصل وهرجع نكمل النقطه دي كابتن ابو الدهب قال لي يعني اتحاد الكره رحيم بشيكابالا هاخد رايك في العقوبه يعني. طلع فاصل مع حضراتكم وراجعين طبعا مع كابتن مصطفى في الاستوديو كمل مع حضراتكم كابتن جوده كنت بسالك قبل الفاصل رايك في العقوبه الخاصه باتحاد الكوره على شيكابالا ما انا سالت حضرتك العقوبه دي يعني علشان خاطر تجاوز في حق رئيس الاتحاد ولا عشان الماتش اللي قبليه ولا عشان لا 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 خاص بالواقعة دي تمام. وتكرار اثاره الجماهير يعني ده من جزء من الحيثيات تكرار التكرار دي يعني كذا مره حصل مفيش حد فينا يعني عشان ما يعني مفيش حد فينا ما اخطاش بس ان انا اقرر الخطا يعني مع كل يعني الزمالك نادي كبير ونادي عريق والمفروض يعني بياخد بطولات فلازم طريقه الاحتفال مش معقوله يا كابتن فاروق في الناشئين احتفال برضو يجيبوا سيره المنافس مش معقول في برضو ان يجي انت واحد اخد بطوله برضو كان برضو خطا برضو كبير جدا لما كنا في الامارات تقريبا كان السوبر تكرار الخطا من شيكابالا دي حاجه يعني تقريبا مذكوره في في في, في لا هي مش تكرار العقوبه تكرار اثاره الجماهير والاحداث نفسها يعني احداث ما انا بتكلم في كده يعني فانا بقول لحضرتك يعني المفروض يعني المفروض يعني انا مثلا كنت بخطا وانا عندي 20 سنه هكبر شويه برضو لازم اتعلم من اخطائي مش معقول هفضل لغايه اخر وانا ببطل بكرر نفس الخطا ونفس الخطا انت 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 شيكابالا لو جبنا الحاجات اللي عملها شيكابالا هنلاقيها مع ممكن مع مدرب نادي الزمالك لو حضرتك تفتكر مع رئيس اتحاد مع جمهور الاهلي انا انت اللي عايز تقول بقى يعني انا قصدي ممكن مع يعني قصدي يعني. مع اطراف مختلفه مش معقول الاطراف دي كلها هي اللي غلط وانت اللي صح مش معقول الاطراف دي كلها هي اللي غلط وانت اللي صح انت جمهور نادي الزمالك بيحبك وبيسندك وحتى جمهور النادي الاهلي لما بيبقى فيه غلط او فيه اي حاجه عليك ما فيش حد بيوافق على الغلط ابدا ولكن مش 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 كل مناسبه او كل حاجه لازم انت اللي يعني انا ممكن اطلع البطل بادب باحترام باهداف ممكن اطلع البطل مش لازم اطلع البطل بشتيمه او بمشاغبه او ما انا ممكن اطلع البطل ان انا جايب هاتريك مثلا في ممكن اطلع صح خلي بالك يا جوده وانت كمان كان الجول احنا كان بيتقالنا دايما حد لو الجماهير بتغلط فيك رد في الملعب ممكن تجيب جون او تمام. تكسب بطوله كلام مظبوط لكن انت خلي بالك في مشكله عندك شيكابالا كسب خلي بالك برضه عشان ما نبقى ما نتجمعش شيكابالا كسب بطوله طبعا بطولة يعني مهمة انا مش عايزين ثالث بطوله الدوري بالنسبه له يعني خلي بالك برضه عشان نبقى منصفين النهارده انت بتتكلم على شيكابالا انت بتتكلم في غلط ومش هتفضل غلط لكن احقاق الحق النهارده انا عشان اديك عقوبه لازم احقق معاك طبعا انت ايه الاسباب اللي دفعته لكده او خليته عمل كده سبحان الله كابتن النهارده معلش هو كان محطوط تحت ضغط الفتره اللي فاتت ان انت برضو بعض الجماهير بتغلط او بتشتم او بتعمل لكن هو استحمل كتير هو كلاعب كوره هو حاطط في دماغه ان هو لما ياخد بطوله هو نفسه يغلط ياخد بطوله عشان يخرج الشحنه اللي جواه او يخرج الزعل لكن مش بالشكل ده او بالطريقه دي فانت النهارده عشان تاخد لعيب الكوره لما ياخد عقوبه زي كده ده كده ده بتبطله ان انت تقعد 8 ماتشات لعيب الكوره لما بيقعد 3 4 ماتشات كان 8 شهور وخلي بالك يعني انا سمعت كمان لا خلي بالك انا سمعت الاستاذ بيومي اللي هو خبير اللوائح هو بيتكلم على فكره عشان تروح الاتحاد الدولي
خلي بالك ده مشكله كبيره جدا. لازم الاول الاتحاد المصري لا حضرتك حضرتك بتبرر مصلحه نادي الزمالك ان يروح الاتحاد الدولي. انت حضرتك بتبرر العقوبه ولا التصرف لا الفيديوهات كلها ولا التصرف ان انت لان كمان في حاجه قال لما ترجع للوائح والقوانين والعقوبه نفسها في الحاله دي مش هياخد الثمان شهور. خلي بالك وفي الاخر يا فاروق هتوصل هتخلص على القهوه. اخر تعليق كابتن جوده لو انت بتقول بتتكلم لا انا بتكلم على الصلح يعني هتخلص هتبقى في صلح واعتذار. لا لو في نفس الموضوع يا كابتن انا ما اقدرش اقعد هنا ما اقدرش اقعد على شاشه التلفزيون وابرر الغلط ما اقدرش ما اقدرش. يمكن اقول لحضرتك شيكابالا ممكن يبقى زميل احنا كلنا لعبنا كوره ولكن انا ما بتكلمش في عقوبه انا ماليش دعوه انا مش خبير لوائح ولا عقوبات ولا لازم تحقيق ولا دي حاجه متشافه في التلفزيون. فاعتقد يعني نطلب منه طالما كابتن فاروق انت شخصيه عامه او اي حد بيقول لك حتى قبل العمل العام او شخصيه عامه لازم هيتعرض مين انت ما اتشتمتش يا كابتن فاروق كابتن محمود حضرتك يعني ما فيش حد فينا يا كابتن ما اتشتمش انما انا ابرر الغلط واقول هو محطوط تحت ضغط محطوط انت 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 دلوقتي دخلت في المسؤول رقم واحد عن الكره المصريه فاعتقد الموضوع صعب جدا يعني. كلامك صح كابتن فاروق لكن في الاول في الاخر اتحاد الكره اخذ قرار ونادي الزمالك طبعا هيتخذ اجراءاته الخاصه بالاستئناف على هذا القرار. كابتن وده بشكرك حبيبي شرف كابتن وده بشكرك بشكرك كابتن كنت مبسوط جدا وانا مع حضرتك ومع كابتن وده سعيد بيكم طبعا اتنين من النجوم الكبار في النادي الاهلي اللي انا شاركت معاهم في الدوري وحصولنا على بطوله الدوري مع النادي الاهلي كذا سنه بشكركم طبعا كابتن. خليني بس اقول لكم المباريات الخاصه بالدوري الانجليزي النهارده الجوله الثالثه نتائجها النهارده يوم الاحد 29 اغسطس توتنهام وواتفورد وفوز توتنهام 1-0 على واتفورد. بيرنلي وليدز يونايتد تعادل ايجابي 1-1 وفوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1-0. ده مباريات الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني النهارده كانت في مباراه ختافي وبرشلونه برشلونه بيفوز على ختافي 2-1 قادش بيخسر من اوساسونا 3-2 ورايو فيكانو بيكسب غرنادا 4-0 واتلتيكو وفيريا ريال متعادل ايجابي 2-2. الدوري الايطالي الجوله الثانيه جنوا بيخسر من نابولي 2-1 وساسولو بيتعادل سلبيا مع سامبدوريا 0-0 وايسي ميلان بيفوز على كالياري 4-1 وساليرنتا بيخسر من روما 4-0. دي نتائج الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي. بشكر حضراتكم إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من البريمو تصبحوا على خير.